الأعزاء الأصدقاء، المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نحييكم في هذه الليلة، ليلة شعرية، ليلة نقد، ليلة محبة، مع أستاذنا القدير الناقد الدكتور منير فوزي، وهو غني عن التعريف، كان معنا في عدد كبير من الندوات والملتقيات، ونشكره جدا على جهده الكبير معنا في هذا المنتدى. أرحب برئيسة هذه الليلة الدكتورة دورين نصر، الدكتورة دورين سعد، وكما أرحب أيضا بضيوفي وأصدقائي الأعزاء، الأستاذ صبري يوسف، الأستاذة فايزة سعيد، الأستاذ الدكتور سعد التميمي، الدكتور عاطف الدرابسة، الدكتورة لب زينب، وكذلك أعتقد التحقت بنا الدكتورة سميحة عبد القادر. في هذه الليلة الجميلة سيكون الإدارة هذه الندوة تحت إدارة الدكتورة دورين، وهي إن شاء الله تعطينا البداية، يعني تعطي لنا في البداية كيف ستدير الندوة، ونتمنى أيضا أن نسمع الكثير من إبداعات أستاذنا الدكتور منير فوزي. دكتورة دورين، لك الآن الحكم، تفضلي. أولا مساء الخير للجميع، وأنا سعيدة للغاية أن أدير ندوة دكتور منير فوزي، هذا شرف لي. ولكن قبل ذلك أريد أن أتوجه بالشكر للمنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح ولرئيسه الأستاذ حميد عقبي، فأنت تجمعنا دوما في هذه الأمسيات الثقافية الراقية في زمن صارت الثقافة نادرة. أرحب بك بداية دكتور منير فوزي، أنت المحتفى به هذه الليلة، كما أرحب بكل النقاد الأعزاء، دكتور عاطف الدرابسة، أستاذ صبري يوسف، دكتور سعد التميمي، دكتورة سميحة، ودكتورة زينب، والأستاذة فايزة، وكل الحاضرين، أرحب بكم فردا فردا، فأنتم في الحقيقة أهل هذا البيت. قبل أن نبدأ أريد أن أستهل هذه الأمسية بالتعريف بالدكتور منير بقدر ما يتسع الوقت. الدكتور منير فوزي هو غني عن التعريف، هو أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، له العديد من الدواوين الشعرية والعديد من الإنتاجات العلمية المنشورة في دوريات محكمة ومؤتمرات دولية، إلى العديد من الكتب، سأكتفي على ذكر البعض منها، من أبرزها صورة الدم في شعر أمل دنكن، مصادرها قضاياها ملامحها الفنية، صورة الطفل في رواية المصرية، دراسات في نقد الرواية، دراسات في النقد العربي القديم، في تحليل الخطاب الثقافي، وأعتقد أن هذا هو الكتاب الذي حصل على جائزة أفضل كتاب نقدي في مسابقة جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2020. للدكتور منير العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات محكمة، يشرف على رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه، والواقع لا يتسع المجال لذكرها في هذه الأمسية. أردت أن أقول لك بداية قبل أن أعطي الكلام للنقاد الأفاضل، إذا كان الشعر أساساً مرآة الذات في تبادل جدلي بينها وبين الوجود، فإن الوجود يغدو برمته صنيعاً لهذه الذات التي تمتد إلى الخارج، فتجمع المشاهد والصور لتصنع منها جديداً ممزوجاً ببصمات الفرد في مختلف انفعالاته وأفكاره. والواقع ليس المشهد الشعري سهل الرصد، والأصعب من ذلك إذا حاولنا إظهاره عند شاعر ينتمي لحالة ذاتية واجتماعية متباينة لا تعيش وجعها الشخصي فقط، وإنما تعيش معه وجع شعبها والإنسانية كلها، تعكس همها الفردي كجزء لا يتجزأ من الهم الجماعي. ولو عدنا إلى الناقد الفرنسي جان بيير ريشار في معرض تحليله لشعر بودلير، نجده يعرف الشعر قائلاً: هو النبل في فعل التضحية، وفي المسرى السحري لما يروى، وفي الانسجام الوشيك الولادة، وفي الوحدة قيد التكون، والتي لا يمكن
تحققها إلا وقد صيغت القصيدة في أتم السكون. الشاعر والناقد دكتور منير فوزي في دواوينه الشعرية يواصل تجربته الشعرية الخاصة ويضيف إلى أسلوبه وأغراضه الشعرية ما يستكمل به لغته وعالمه الشعريين الواقعين بين التراث والحداثة والمعاصرة. وتجدر الإشارة بأن مساءلة النص الشعري لأركانه الأساسية، وهنا أقصد اللغة والصورة والإيقاع، مرتبطة بتحديد النسق الخفي في عملية الإبداع في فتح آفاق جديدة للكتابة. وهذا ما سيسعى النقد إلى إظهاره في هذه الأمسية التي أرجو أن تكون ماتعة، وقد ارتأيت أن أقسمها إلى جولتين. في الجولة الأولى يتفضل النقاد الأفاضل بعرض أوراقهم النقدية بمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وبين الورقة والأخرى يقرأ دكتور منير فوزي قصيدة وقصيدتين. أما الجولة الثانية فستكون للنقاش وتبادل الأفكار النقدية، إذا كان هناك من رد من قبل الدكتور منير أو من قبل النقاد. والآن بعد هذا التقديم سأترك الكلمة للنقاد الأفاضل وسأبدأ مع الأستاذ صبري يوسف، إلا إن كان دكتور منير يريد أن يلقي علينا تحية المساء قبل أن نبدأ. أسعد الله مساءكم. قررت الليلة أن أمنح مغفرتي للناس جميعا، أصفح عن كل مسيء لي وأبارك كل حقود طعان. قررت الليلة أن أبدأ تاريخ حياتي من لحظتي الراهنة الآن، وأقيم السد الفاصل من زبر حديد ما بين زمان ولا وزمان. قررت الليلة ألا أعقد وزنا لكلام الساسة أو ألقي بالا لشؤون السلطان، ألا تشغلني فتنة هذه الدنيا بشواغلها الفجة عن حب الناس وعن فهم الإنسان. قررت الليلة ألا أكتب شعرا لا يصدر عن قلبي حرا من سطوة إنس أو جان، ولأني في هذه الليلة أحببتك سأغني وسأكتب في عينيك قصائد شعر تطوي آفاق الأكوان. أسعد الله مساءكم. جميل، جميل جدا، جميل للغاية، جميل للغاية. هذا المساء، هذا المساء صار أجمل بك وبشعرك، ربنا يخليك. والآن سننتقل مباشرة إلى الأستاذ صبري يوسف ليتحفنا بما كتبه، تفضل. شكرا جزيلا دكتورة دورين نصر سعد، وشكرا للمنتدى العربي الأوروبي الذي أتاح لنا هذا المنبر الفسيح، الصديق العزيز حميد عقبي، وكل شكر للدكتور منير فوزي على تفضله بهذه الندوة البديعة، ولكل الأحبة النقاد والناقدات. سأبدأ بتلاوة مداخلتي أو قراءتي، وثم أثناء العودة ممكن أن نقدم مداخلات أخرى على المداخلات. قراءة في مختارات قصائد الشعر المصري الدكتور منير فوزي. قرأت مختارات شعرية للشعر المصري الدكتور منير فوزي، فوجدت هذه المختارات تعج بالمواضيع والأفكار والرؤى والتأملات والجموحات الرهيفة. شاعر مكتمل الخصوبة المتجددة، شاعر الكلمة الخصبة المتجددة، رغم أن أغلب القصائد كتبها منذ قرابة 40 عاما، حيث كتب معظمها في عقد الثمانينيات، في عقد الثمانينيات من القرن الماضي. مع هذا نجد جموحا حداثويا بديعا وبناء
في الإيقاع الفني الشاهق في الكثير من عوالمه الشعرية الشفيفة. يتميز الشاعر بلغة مكثفة عميقة واضحة تحمل قصائده في فضاءاتها مدلولات معبرة بغناها الفكري والفني، ويغوص في تأملاته عبر مرامي أحلامه التي تنبعث من وهج القصيدة، ولا يتوانى أن ينتقد واقع الحال العربي أو المصري بكل شفافية ووضوح من دون مواربة. يصوغ جملته الشعرية من وقائع الحياة ومن تدفقات أحلامه وطموحاته أيضا، مجسدا رؤاه وأفكاره بطريقة سلسة واضحة بعيدا عن لغة الألغاز والرموز المبهمة. فهو يميل إلى تقديم آفاق الشعرية بسلاسة ورهافة متماهية مع حبور الحرف، وهو ينضح ألقا وبهاء في رسم تجلياته وما يعتمد في لواعج صدره من براءة الطفولة وعوالم الطفولة بكل براءتها وجمالها، فيكتب لنا نصا دافئا رهيفا عن الطفولة بكل براءة هذا العالم الفسيح، وكأنه يرسمه منبعث من واقع الحال حاله، أو يريد أن يقدم لنا رؤية بديعة عن عوالم الطفولة، لعله يرمي إلى أن هذا العالم الذي يبني الجمال عندما ننثر فوق فضائه أزهير الفرح والحب والعطاء، لأنه على ما يبدو يستعيد ما فاته من انكسارات عبر عوالم طفولته البعيدة. أقول هنا ربما، ولهذا يريد أن يقدم أجمل ما لديه للأطفال عبر القصيدة وعبر الحياة أيضا، لأن النص يحمل بين ثناياه رؤية عميقة في أهمية هذا العمر في حياة الإنسان، لأن كل آفاق المستقبل تنبع من هدهدات الطفولة بكل رحابها وبهائها. وفي قصيدة من أسفار الهزيمة مرثية أهداها للشاعر أمل دنقل، قصيدة تحمل مضامين راقية وتحتفي بالبلاد والشعر والحياة، إلا أنه في هذه القصيدة أيضا لا يفوت أن ينتقد الواقع المر في الكثير مما يتراءى له من تصدعات صارخة، وقد توغل عميقا في مقاطع شعرية حملت عنوان الإصحاح، كانت تبدأ بالإصحاح واحد إلى الإصحاح تسعة، وقد جمح في هذه المقاطع الرهيفة في فضاء المناجات والتأمل الفياض، وقد طرح عبر هذه الإصحاحات الكثير من التساؤلات عن الوجود وكينونة الحياة، وكأنه في سياق تقديم مشاعر متلاطمة في فضائه الضمني العميق، كاشفا الكثير مما يراوده عبر هذه المقاطع الشعرية التي حلق في فضاءاتها عليا. وقد وجدت أنه كان بإمكانه أن يكتب لنا 100 إصحاح على هذا الإيقاع الذي قرأته عبر هذه الإصحاحات التسعة، وأتساءل هل استوحى عبارة الإصحاح بين قوسين من الكتاب المقدس، أم جاءت عفوية انسيابية الإبداع عنده، لأن ما جاء في الإصحاحات مسارات روحية وقصصية في بعض المقاطع ومتناغمة في الصور الشعرية الروحانية الرهيفة، وتحمل فضاءات قصائده بشكل عام لغة عالية محتبكة بخيال مجنح نحو الصفاء، وروحانية صوفية وديعة متناغمة مع رؤاه الفكرية ومع جمال الحياة، وكأنه يرمي إلى ضرورة أن يتطهر الإنسان من أعماقه ويقدم أجمل ما لديه للحياة.
لأن الجمال ينبثق مما نقدمه من عطاءات صافية، صفاء الماء والطفولة ورهافة الطبيعة الممرحة، وهذا ما كان شعره متميزا به. تتنوع مواضيع الشعر ويتميز بغزارة وبهاء رؤاه بما يقدمه عبر هذه التنوعات المتعددة، مبتهلا لجمال الأرض والطبيعة وروعة النيل ومصر والشرق بشكل عام، محلقا بسلاسة خلاقة في موشور صوره اللامتناهية. ونراه يستخدم لغة الحوار كما في قصيدة بين قوسين الذي قالت الريح، وكأنه ينسج لنا نصا مسرحيا شعريا فيه من جمالية وعمق بوح السؤال الشيء الكثير عبر إيقاع الحوار، وبلغة صافية وكأنه يخاطب الطبيعة بأزاهيرها الجميلة وبهاء حبورها، وكل هذا ناجم عن زخم مخياله الشعري. ونراه في قصيدة الجسد ينسج هذه القصيدة وكأنه في حالة تأمل وتجلي، فينساب حرفه فوق مرامي الحياة منتقلا من فكرة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى، وكأنه في تهاطلات حلمية عبر انسيابه الشعري. كما نراه في قصيدة العصافير يواصل مع رفرفات أجنحة العصافير وزقزقات شدوها الجميل، وكأنه يريد أن يقول للقارئ كم سيبدو الإنسان جميلا لو حلق عاليا في فضاء السماء بكل سموه ونقائه ورهافة حبه وعطائه، مثلما تحلق العصافير عاليا وتشدو بكل فرح على وجه الدنيا. وقد ذهب الشاعر بكل رهافته يكتب قصيدة بعنوان حصار، واصفا الانكسارات التي تحوم فوق صدغ البلاد، ولا يتوانى من ترجمة هذه المشاعر المصطبغة بالأنين والمرارات، راغبا من كل أعماق أن تسود الأفراح فوق جبين البلاد كي يعيش المرء في حالة وئام مع أحبائه فوق تراب وطنه. كما نراه في قصيدة البحر يغوص في لب الحياة بحثا عن نضارة القصيدة والحياة الهانئة بعيدا عما يمكن أن يصادفنا من منغصات الحياة، ويحفل شعر الأديب والشاعر المبدع منير فوزي بوهج السرد في بعض قصائده، كما في قصيدة القطاط التي احترفت مهنة الموت، لكنه يعرف جيدا كيف يصوغ هذه الفضاءات السردية القصصية بشاعرية جمة على إيقاع فضاء السرد الذي ينسج نصه في متونه، فتأتي القصيدة منبعثة بتفرعات رحابة الحياة. وقد كتب هذه المختارات ما في الثمانينات من القرن الماضي. والآن أود أن أتوقف عند قصيدة جزر للشاعر منير فوزي، وقد قرأتها في الأعمال الشعرية على الصفحة 17 و18، ولدي تعليق على القصيدة بعد أن أتلوها. ولعينيك انفلات البحر كان الشاطئ الممتد منزاحا، وكان النورس البحري واسنانا، وكان الموج يطوي ما تبقى من قصور الرمل، كانت فرحة الصبي تأتي من وراء الغيم، كان العقرب المائي يعدو والصبايا في لباس البحر يقذفن الكرات، مزقت أنياب كلب لدغة فانسل يعدو معولا، كان المدى مزرورقا والرمل كان البحر كان الموج، كانت أوجه الزمن الذي ولا تواتيني، وعيناك انفلات البحر كانت في المدى البحري تنأى عن شراييني، وكان الشاطئ الممتد قفرا وعيون النورس البحري تطفو في انسلال المد
والموج الذي يرتد صخابا، وكانت أدمع الصبية فوق الخد. كان الليل، كان الحزن، كانت خطوتي وحدي، وعيناك انفلات البحر تنأى عن شراييني ويحويها العباب. أنا بالحقيقة لدي تعليق على هذه القصيدة الجميلة جدا جدا، والتعليق هو موجه للشاعر منير فوزي ولكل من يكتب قصيدة الوزن وقصيدة التفعيلة. هذه القصيدة هي قصيدة التفعيلة، وأول ما لفت انتباهي عندما قرأت هو جمال القصيدة، ولكني في الوقت نفسه توقفت عند استخدامه الفعل كان الذي جاء مكررا 14 مرة في القصيدة. وأنا أرى لو استبدل هذه الكلمة أو هذا الفعل بكلمات أخرى بما معناها كانت ستكون أكثر عمقا وأكثر جمالا. ولهذا سؤالي موجه له، لماذا عندما تكتب قصيدة التفعيلة أو الوزن أنت وغيرك من شعراء قصائد الوزن والتفعيلة لا تركزون على هذا الجانب؟ وقد صغتها بطريقتي وآمل أن يتقبل وجهات نظري. انظر المفارقة ما بين القصيدتين وهي نفس القصيدة له. أنا استبدلت عبارة كان واستبقيت على فعلين فقط، وأصبحت على الشكل التالي: لعينيك انفلات البحر بان الشاطئ الممتد منزاحا، وكان النورس البحري واسنانا، وهاج الموج يطوي ما تبقى من قصور الرمل. هامت فرحة الصبي تأتي من وراء الغيم، راح العقرب المائي يعدو، والصبايا في لباس البحر يقذفن الكرات. مزقت أنياب كلب لدغة، فانسل يعدو معولا، مال المدى مزرورقا، والرمل ثار البحر ماج الموج. كانت أوجه الزمن الذي ولى تواتيني، وعيناك انفلات البحر صارت في المدى البحري تنأى عن شراييني، وبان الشاطئ الممتد قفرا، وعيون النورس البحري تطفو في انسلال المد، والموج الذي يرتد سخابا، وخرت أدمع الصبية فوق الخد. غام الليل، جال الحزن، راعت خطوتي زهدي، وعيناك انفلات البحر تنأى عن شراييني ويحويها العباب. المنيا 21 أبريل 1984. بالحقيقة بعد هذه المقارنة المتواضعة وجدت أن القصيدة حلقت أكثر مما كانت سابقا بسبب تكرار الفعل كان الذي أدى على سياق القصيدة إلى الإقلال من انسيابيتها ومن عالمها، لأن الفعل أصلا كان يستخدم غالبا في الإيقاعات السردية. هذه ملاحظة أولية. ملاحظة أخرى موجهة للشعب المصري برمته، حيث أراه يستخدم حرف الياء الذي يورد في نهاية الكلمة بالألف المقصورة. مثلا في بداية كتاب وجدت منير فوزي اسمه يكتبه بدون الياء المنقطة. فالسؤال موجه: لماذا تكتبون الياء عندما تأتي بنهاية الكلمة أغلب الأحيان بالألف المقصورة، وهو خطأ نحوي فادح؟ شكرا. شكرا لك أستاذ صبري على هذه القراءة العميقة. فعلا توغل في أعماق النص، وتمكن من أن يربط النص بأمرين، يعني بأمر الطفولة وبالواقع الاجتماعي، كما شدد في حديثه على اللغة. وأراه الآن بعين الناقد يوجه إليك بعض الأسئلة. قبل أن أترك لك المجال أستاذ منير لتجيب أو لترد على الأستاذ صبري، أريد أن أقول هنا استحضرني ما قاله تودوروف، إذ يؤكد بأنه قد تغيب أحياناً مجموعة من العناصر الإنشائية داخل النص،
غير أن حضورها في ذاكرة الجمعية لدى القراء هو ما ينقلها من حالة الغياب إلى تجل نسقي. في هذا الإطار أعتقد يمكننا أن نحدد وظيفة القصيدة عند منير فوزي وكيفية تشكيل أثرها الثقافي والمجتمعي. فيتحول النص عند الشاعر من حالة مغلقة إلى دلالة منفتحة على مجموعة من الأنساق المعرفية والجمالية والثقافية. وأنا لي رأي مختلف بالنسبة إلى كان، وهنا أحيلكم إلى كتاب ريفاتير وأهمية التكرار في القصيدة، ولا سيما أن أدى وظيفة سردية. والكلام لك، تفضل دكتور منير. شكرا لحضرتك. أولا بشكر الأستاذ صبري، قراءة عميقة جدا جدا جدا، يعني هو فنان وشاعر، من المؤكد أنه وضع يده على أشياء عميقة جدا. الحقيقة ما كنتش أتصور أنه يعني هيضع هذه، بس هو فنان، أمر متوقع يعني أنه يضع إيده على نقاط عميقة. فقط بس ثلاث نقاط هقف قدامهم. أولا بشكره على هذه القراءة العميقة، وأتمنى أن بحتفظ بنسخة مكتوبة من هذا العطل. فعلا أنا بهتم بالطفولة جدا، وكثير من أشعاري الحقيقة يحفل بالطفولة، قصائد كثيرة جدا بالطفولة، وربما يسعفنا الوقت وأقرأ بعد هذه القصائد. لا أقف فقط عند عالم الطفولة، وإنما حتى مفردات الطفولة، حتى أنني أحيانا ما أتساءل هل توجد مفردات اسمها مفردات الطفولة؟ لأن أعتقد مفردات الطفولة هي مفردات عالمية، يعني أقدر أسميها لغة الطفل، لغة عالمية، ليست يعني هناك مفردات زي المام. معظم لغات العالم مام بمعنى الأم بمعنى الطعام، البوب البابي البوبي الكلب، هتلاقي حاجات كتيرة جدا ما هيش متعلقة بمجتمع واحد أو غيره. لكن الحقيقة أنا اهتمامي فعلا في الطفولة، في كثير من قصائدي أنا معني بالطفولة وتوظيف الطفولة. النقطة الثانية متعلقة بقصيدة أمل دنقل. الحقيقة أنا وضعت القصيدة في إطار ما يسمى بالتناص. الشاعر الكبير أمل دنقل اللي أنا برسيه، كان علي أن أستحضر تجربته وأضعه قدامي. أمل دنقل وضع ديوان شعر، ديوان الرابع تقريبا، يعني هو الرابع، كانت أول ديوان له بكاء الدرقاء اليمامة، والكتلة الجب الثاني تعليق على ما حدث، والعهد الآتي كان الرابع، الثالث ترتيبا اللي كان الرابع كتابة، الرابع في الكتاب. في هذا الديوان هو قال إن المسيحيون أو عندنا عهدين، عهد قديم وعهد جديد. توقف أمام هذه الفكرة وعمل ديوان شعر جديد سماه العهد الآتي، وبدأوا مجموعة من الآيات التوراتية: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. وبدأ يتكلم إن الرب الأرباب في هذا العالم الجديد لن يكون في السماوات، سيكون في مكان آخر، مكان يملك السلطة أن يعفو عمن يشاء ويغفر لمن يشاء ويخسف الأرض بمن يشاء، وأصبح أبانا الذي في السماوات أبانا الذي في المباحث. أبانا الذي في المباحث، نحن رعاياك، باق لك الجبروت وباق لنا الملكوت وباق لمن تحرس الرهبوت. تفردت وحدك باليسر، إن اليمين لفي الخسر، أما اليسار في العسر، إلا الذين يمشون وإلا الذين يعيشون يحشون بالصحف المشترات العيون فيعشون، وإلا الذين يعيشون يشون يقات قمصانهم برباط السفن. ده بدأ أمل دنقل يخط على الكتاب المقدس، فعمل سفر سماه سفر التكوين، وتكلم فيه عن إعادة الخلق، خلق جديد لا ينتهي بأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في التوراة خلق السماء والأرض في ستة أيام واستراح بعد كده، لكل مرة ورأى ما فعله جيد، كلما فعل الرب شيئا وجده، ورأى الرب ذلك غير حسن، قلت فليكن الحب في الأرض، لكنه لم يكن، أصبح الحب ملكا لمن يملكون الثمن، ورأى الرب ذلك غير حسن. بعيدا عن تجربة أمل، المهم أن أمل له يعني ليه أسفار أخرى. أنا استعدت تجربة أمل وبدأت أستحضر مرة أخرى. طبعا أمل في سفر التكوين خطير جدا، هذا الديوان بيؤسس لثقافة جديدة بتقول فكرة أن يتفاعل الإله مع البشر، يتوحد الرب الإله مع البشر ويحدث مخاض، هذا المخاض يتولد وعاد إنتاج الإلهي من خلال البشر مرة أخرى. قلت سرقته، قمت أطلب البراءة، سرقته خارجا من رحم الهناء،
كينونتي بشنقتي وحبلي السري حبلها المقطوع. اتولد من جديد بس اتولد بين الفقراء، اتولد بين الحقيقة. ده أمل بيتنبأ بالعالم الجاي العهد الآتي البديل بقى، مش عهد أبدا الذي في الحتة الفلانية، لا ده المرة دي الإنسان اللي هيبقى الإله، الإنسان، الإنسان الإله. بعيدا عن المواصفات البعيدة من الأمل لم يلقى شعره بطريقة جيدة كثيرة كما عرفت يعني، أنا استحضرت تجربة أمل وأعدت ترتيب سفر التكوين مرة أخرى لهذا الإله الذي يسير على الأرض، فيجد كل شيء فعله خطأ، فيش حاجة، وانتهى الأمر بأنه بيتحبس، يعني يؤخذ إلى الزندانة، مضيته إلى زنزانة حيث أودعته تحت دعوة الطوارئ والأمن، وبتحس يعني الفكرة طبعا فانتازية. نعم صاحبها أمل دونكل احنا خدنا معاه، ما بيحصلش طبعا كده، إنما ده المتخيل السردي يعني. فدي ماشي على فكرة أمل، أنا دي عجبته. بقي الجزء الأخير الحقيقة اللي انت قلته وانا القصيده بحبها، وجميل انك وضعت يدك عليها. عندي صديقه هنا في السعوديه وعملت بحث قريب لسه عن اسمها جماليات التناقض، بحث حوالي 30 صفحه عن نصين، نص عند احياء طار عبد الله اسمه انا وهي وزهور العالم، ونص جزر اللي حضرتك اشرت اليه. هي بتتكلم عن فكره ان القصيده او القصه تبقى صوره واصل، يعني صوره مختلفه، نصها اللي فوق يناقض اللي تحت، صح. والعمل الإبداعي أو القصة قائم على فكرة التناقض ده. بالزبط. كان الأستاذ يحيى حقي كده أشارت لدوة في أغنية للبساطة، كان من فترة السبعينيات نشر مجموعة من المقالات للأدباء يقول لهم لو سمحتم اللي أنت قلت ده ما تستخدموش مفرداته بس، يعني لما يجي واحد يقول لي وفي منتصف الكوبري تماما، تماما أنت كنت قستم المسطرة عشان تعرف تماما. من ضمنها اللي أشار إليها قال يا أخوانا، وده مقال قوي، استخدام كان على الفاضي والمليان تقول كان، كان الرجل واقفا وجاء وكان الرجل يأتي إلينا وكان يأكل معنا، ما انت حط كان واحدة وقول كان الرجل واقفا ويأتي إلينا ويشرب معنا ويشتع. رد عليه الأديب يحيى طار عبد الله في مجموعته أنا وزهور العالم بثلاث قصص ورا بعض، قصة صفحة ونص فيها 29 كان، 29 كان، عشان يقول له أنا لا أستطيع أن أنزع كان من هذه، إنك لو نزعت كان هنا يفسد المعنى، لأن وقع الزمن. طبعا مش كل عمل كده، في عمل قد تقبل وعمل قد تقبل، الناس يقول يقود يعني، بس يحيى كاتب كبير فأراد أن يرد عليه يقول له أنا عملت إن كنت جدع حلت لي كان واحدة من دول يعني، والمعنى يستقيم. عمل ده في أنشطة التراد والمطر، وعمل ده في أنا وهي وزور العالم من مجموعته أنا وتب. 29 كان مرة ومرة 27 كان صفحة ونص. نعم. المعنى المعنى الفكرة، فكرة الاستخدام ازاي، هل انا استطعت ان استخدم ده ولا لا؟ يعني طبعا لا استطيع، أنا ما ينفعش الناقد، الناقد نفسه يعني، رغم اني جربت التجربة دي قبل كده، كتبت عن نفسي ناقدا يعني عن شعر يعني. نعم. في تجربة يعني، لكن لا افضل هذا، يترك هذا للمتلقي، نحن لا نستطيع ان نوجه المتلقي الى ما نريده نحن. نعم. اذا لم يستطع ان يصل بنفسه يبقى احنا فشلنا. انا كمبدع ما نجحتش، لازم يصل هو بنفسه. ده الحقيقه القراءه اللي قدمتها حضرتك قراءه اكثر من رائعه، استمتعت انا بيها واستمتعت اكمل بقراءتك. لي رجاء واحد بس، عندما تتحدثون عني شاعر اسمي منير فوزي، لا علاقه بالدكتوره ولا بني، ليس هناك اكاديميه في الجانب الابداعي. عندما اتحدث في جانب علمي دي درجه علميه ممكن كنت تعلمت يعني، لكن في الابداع يتساوى كلنا مبدعون فقط اذا كنا نستحق هذا الابداع. شكرا لحضرتك. شكرا لك ايضا. شكرا لك. شكرا لك دكتور منير. لو تتحفنا لو سمحت وتلقي على مسامعنا قصيدة قبل أن أنتقل إلى الدكتور سعد. هو اختار قصيدة جميلة، أنا بحب هذه القصيدة وأعتقد حميدة يحبها أيضا يعني. قصيدة وأنا سأختار قصيدة لاحقا مرتبطة بالكتابة. أدني شرفت. الأديب الكبير عبد الرحمن منيف له عملين مهمين جدا. العمل الأول اسمه حين تركنا الجسر. هذا العمل بيتكلم عن تجربة تحول المجتمع العربي السعودي من مجتمع البداوة إلى مجتمع النفط. في الفترة دي كان في جسر، كل شوية بطل الرواية بيحاول يشير إن إحنا ما كملناش الجسر، انتقلنا إلى مجتمع النفط دون أن نعبر بهذا الجسر أو نتبعه. القصة بتتناول ببساطة إن في شخص اسمه زكي نداوي، أنا مش مفروض بحكيش بس عشان أعرف إن مش كل الناس عندها الخلفية، قد لا يكون لدى كثير من الناس. صياد بيصطاد قطع،
قطة دي نوع من الطيور بيعرف مكانه في الصحراء جيدا، بيتغذوا عليه يعني بياكلوه، يصطادوه زي السمان كده. هو اهمه ان يصطاد امرة القطة، وطبعا حلم حلم لا نهائي يعني. ومع الروائي في اول الروايه بيقدم المقدمه ويقول اهداء الى فلان وفلان وفلان، ذكرى خيبات كثيره مضت واخرى على الطريق ستاتي، خيبات اللي هي ما كملتش الجسر. المهم بتبدا الفكره، فكره انه يريد ان يصطاد امرة القطة، الحلم لا نهائي. ومعاه كلب، معاه بوبي جنبه اسمه وردان، وكل شويه يشتم في القطة ويشتم في السماء ويشتم في وردان، وفي الاخر رجع قتل الكلب ولا اصطاد امرة القطة ولا عمل اي حاجه. دي القصيده. احنا كمجتمع زراعي عاده ما بننتبهش لفكره علاقه الانسان بالحيوان. المجتمع الزراعي علاقته بسيطه، الرعوي لا، الرعوي بيبقى عارف اسم الحيوان بتاعه ايه، لان بيقعد معاه فتره اطول من النهار لليل وقاعد بيسميه الاسماء. انا اسف كنت عطلت، بس ايه هذه المقدمه ضروريه عشان نفهم القصيده. انا عملت قصيدتين، دي واحده منهم، واحده للقطة والثانيه لوردان الكلب بتاعه. القطات التي احترفت مهنه الموت، للقطات احتراف ولي جزع العاشقين، تملكني الصد والرمل من حولنا ذهب، والمواعيد تاركة خلفها من تدثر بالموت أو من سلك. للقطات احتراف، فكيف لي الآن أن أدعي ما يحق لأرجسة الريح أو أنتمي للرياحين؟ صوبت نحو القطات احتمالي وكل الذي أمتلك من تفاصيل خيباتنا الأوليات ومن موعد لا يجيء. انقضت كل أيامنا مهلك أو هلك، فارفعي الآن جنحك أو فانزعي ريشة الصد، ألقي لي الموعد، ربما نلتقي خلف هذا الكثيب غدا، فتمدين جنحك، أبسط كفي لك مثل ندين أو كغريمين في حلبة الموت، قد تفلتين وقد أقتلك، غير أن المسافات ما بيننا وحدة ثابتة والزمان فلك. فابدأي الآن طيرك، أو فابدأي باحتمالي، سأجعل عمري للموت أو للتوازن. تلك هي اللحظات العصيبة، يدرك كل مواجيده ويخابر أشواقه، فيحس الذي قد علك من تفاصيل من سنية الطفولة أو ما ورثناه من شجن الوطن الفوضوي، فكيف الزمان احتلك. ابدأي الآن طيرك، ما بيننا البندقية والصد والوطن المتهيب واللحظات العصيبة، إما تميتينني أو تقولين لي هيت لك. كانت الشمس متعبة، كانت الشمس متعبة، والرمال التي لمست دفء بشرتها تتراجع، والكون يغدو غريبا، وصوبت في طلقة البندقية عمري وأوسمة الوطن المتباعد، أطلقت إبان لفظ الزفير وميل الجناح، وكنت أحدق في رعشة الجفن سقطت باتجاهي، فعانقتها وسقطنا معا وهتفت بها إنني قاتلي قاتلك. شكرا. جميل للغاية، جميل جدا حضرة الشاعر المبدع، شكرا لك على هذه القراءة الرائعة للقصائد. أريد أن أرحب بالدكتورة ميديا والأستاذ طارق والدكتورة ضياء والدكتور سمر، ولا أعرف إن كان قد خانني أي اسم. أهلا بكم جميعا، وقد انضممتم لنا منذ قليل. أريد أن أقول بأني سأترك المداخلات والأسئلة للجولة الثانية بعد أن أستمع إلى آراء النقاد. دكتور سعد التميمي تفضل، كلنا أذان صاغية. شكرا لك دكتورة دورين، شكرا للأخ الأستاذ حميد عقبي على هذه الجلسة المميزة.
أرحب بالعزيز الشاعر المبدع منير فوزي. وإن رفعنا اللقب الأكاديمي لكن نصوصك لا نستطيع فيها أن نبعد وعيك النقدي فيها، فالنصوص والمختارات تؤكد قضية جدا مهمة، تؤكد اشتغال الوعي النقدي مع لا وعي الشاعر في معظم النصوص. ما لفت انتباهي في تجربة شاعرنا المميز منير فوزي في زمن خاصة الحداثة وما بعد الحداثة، غابت أحياناً فكرة الالتزام. قبل أسبوعين كانت لدي جلسة في منصة إبداع عن قصيدة للشاعر جواد الحطاب، تطبيع عراقي عبر فيها عن الموقف من قضية جد مهمة، قضية مركزية، وأنا أقرأ مختارات منير فوزي الشاعر المميز. أقول واحدة من أهم السمات التي يجب أن نسجلها على تجربته الشعرية، إنه شاعر ملتزم بالقضية، شاعر له قضية يحملها، وهذا ما يعكس النص الثاني في المختارات اللي اختار العنوان هو النجمة السداسية، وهذه مفارقة فريدة. هذه لماذا أنا ذكرت تطبيع عراقي؟ هنا مفارقة وهناك مفارقة. أنا في البداية مثل عندما أرسل لي صديقي جواد حطاب قصيدة عنوانها تطبيع عراقي، للوهلة الأولى وكأنما القصيدة تذهب مع التطبيع. أيضا أنا صدمت للوهلة الأولى، كيف نجمة سداسية؟ لكن عندما تقرأ النص ستجد بأن الشاعر يسجل موقفا عندما تحللت كل المواقف، يتصدر الموقف في قصيدة رائعة، وقصيدة يشتغل فيها على اللغة ويشتغل فيها على السرد. أنا طبعا دائما تعرفوني في المداخلات النقدية، ويمكن يتفق معايا النقد لا يصالح الشفاهية، لكن لابد أن نسجل ونحن نحتفي، وهذه جلسة احتفاء بالشاعر منير فوزي، أن نقف عند أهم سمات هذه التجربة الشعرية. عندما نتكلم عن هذه التجربة نتكلم عن معجم شعري متنوع، تارة يذهب إلى المفردات البسيطة لما فيها من شحنات دلالية عالية يحتاجها سياق في بعض القصائد، وتارة ترتقي اللغة لتكون لغة جزلة قوية تمتد إلى عمق التراث. التجربة متنوعة، تارة تناس مع القرآن عندما قرأ الآن قريبا هيتلك، وأيضا التناس في القصيدة اللي تحدث عنها أخي صبري يوسف في الإصحاح، في قضية حتى لا أغادر قضية الالتزام، أنا أجد أمل دنقل موقف ومثال. لا أقول تجربة منير فوزي هي صدى، وإنما هي توازي تجربة أمل دنقل، لأن مثل ما نعرف أمل دنقل أيضا كان حامل قضية وشاعر ملتزم بالقضية. أيضا من
التنويع اللي نجده في قصائد منير فوزي هو تحولاته للسرد، ولا أريد أن أغادر ملاحظة ولو رد أستاذ منير على أستاذ صبري في قضية كان لو رفعت. أنا سمعت أستاذ صبري قصيدتك بعد ما هي قصيدة منير فوزي بعد ما نزع معدها كان الاختلال واضح كبير، لأنه كان بالإضافة لما قالت الصديقة العزيزة دوري أنه بنية إيقاعية لكنها بنية دلالية، إشارة بنية السرد، يعني وظيفتها الدلالية كان هنا ضرورية جدا، ليست لازمة إيقاعية فقط وإنما هي وظيفة دلالية، هي استذكار إعادة، وكأنما هي القصة التي تروى وتتكرر للمتلقي. أريد أن أعود لقضية الوعي النقدي. عندما نقول الوعي النقدي نتحدث عن لغة ليست فيها زيادات. في قصيدة محمد فوزي منير فوزي عفواً لا توجد هناك زيادات، هناك اختزال. وهنا أنا أتكلم عن قضية أنه حضور الوعي النقدي الذي قد نجد عند الشعراء أحياناً بعض الجمل الشعرية التي تكون فيها أحياناً بعض الترهل والزيادات اللي في الدلالة. عندما نتحدث عن الشاعر تميز، وأنا متابع الكتابات النقدية، مثلما تميز في النقد وفي الجانب الأكاديمي أنا وجدته وأقول يعني صراحة كنت متابعة قبل هذه القراءات الأخيرة عندما بعثت المختارات الشعرية كنت أتابع كتاباته النقدية، لكن الآن أقول الشاعر، أقدم الشاعر منير فوزي، أكتفي بهذا وإن شاء الله لي عودة أخرى. شكرا لك دكتور سعد على ما تفضلت به وعلى ما قدمته من آراء قيمة كانت للغاية، وأنا أؤيدك الرأي بكثير من الأمور. وفي الواقع لو اطلعنا نحن على ديوان منير فوزي لتبين لنا بأن ملامح الرؤية الذاتية في ديوانه يمكننا أن نقسمها على 4 محاور، لا أدري إن كنت توافقني الرأي، وهي الطبيعة والحب والموت والحزن. أعتقد أن هذه كانت المحاور الأساسية. والذاكرة في السرد. نعم والذاكرة. نعم أنا أريد أن أتحدث الآن عن السرد، لأن التقنيات السردية شكلت نمطاً مميزاً في أنماطه الشعرية. يعني هو وظف تقنية القناع، وظف تقنية المشهد الحواري، وأنا لا أريد أن أستبق آراء النقاد. فشكراً لك دكتور سعد، وأنا أترك الكلمة الآن للدكتور منير إن أراد أن يجيبك، وأيضاً نستمع منك بعض القصائد. تفضل. الحقيقة بشكر الأستاذ الدكتور سعد على هذه الكلمة الحياة التي أسعدتني كثيرا أيضا، يعني شيء جميل ورائع أن تجد من يفهمك، هذا شيء رائع وجميل. صحيح يعني أنا مهتم جدا بجانب الوعي، بجانب السياسي. مهما كتبت قصائد الحقيقة دايما نقول هذا، أن القصيدة القديمة كانت تحمل أغراضا متعددة، القصيدة الجديدة بتبقى هي كل الأغراض في وقت واحد. الشعر بقى له موقف من الوجود، موقف من الحبيبة، موقف من الوطن، موقف من الطبيعة، موقف من اللغة، موقف من الآخرين. تجمع القصيدة المعاصرة كل هذا في يعني واحد. فعلا أنا صحيح مهتم بهذا الجانب. يعني فكرة أنا سعيد أيضا أن أنتصر، يعني كان نفسي أقرأ له القصيدة الآن عن الشعر. أنا لو خيرت بأن أنا ناقد شعر سأنتصر للشعر. أنا أحب، أنا على فكرة أخذت الماجستير في الشعر والدكتوراه في الرواية وترقيت فعلا مقرر وقيره، يعني حبي سوف يظل للشعر إلى الأبد، يعني الشعر العادي. بالمناسبة أنا عندي أحد أبنائي، 2 من أبنائي أو موجودين دلوقت، واحد عمل سنة دكتوراه عندي، دكتور نبيل مختار حاضر معانا هنا، وحد عمل بيبر عني أنا ونزار قباني وأمل دنكل طالب من أبنائي الدكتور طارق مختار،
ايضا كان كتب عن قصيده من القصايد اسمحي لي ان انا يعني اعرضها اذا كان وقت تسمح دكتوره دورين، ولا ننتقل الان واقول القصيده بعدين؟ الصوت مش واصل. صوت دكتوره دورين، صوتك دكتوره دورين ميوت. أيوة. نعم، دقيقتين الآن لو سمحت، ويمكنك الاستفادة في الجولة الثانية. اللي يعجبك حضرتك، تفضل تفضل. خلاص ننتقل، نعم. ننتقل إلى أستاذ وأسمع. نستمع بعد. إلى الشعر، لا نستمع إلى الشعر الآن. طيب تفضل. قصيدة بعنوان ما تيسر من صورة بالصاد. طه طه حسين. إحنا في المنيا عندنا كنا عاملين تمثال لطه حسين. قم المغالين بقى فترة الثورة والمد كسروا رأس طه حسين. الحقيقة كانت يعني حاجة، ده كان جنب مبدأ المحافظة يعني. قام بعض المغالين والمتطرفين بالمنيا بتحطيم تمثال الدكتور طه حسين ونزع رأسه من الميدان المجاور لمبدأ المحافظة. فكتبت هذه القصيدة. ألف لام جهل وجراح لا تندمل وجموع لا تكتمل وجنون يتجاوز حد الحد فلا يقبله العقل وبرأتك يا طه إذ يكسرها السفل أقسمت بأرض بلادي بالثوار وبالثورة وغد تغترف بنبع محبته المكل وبنون النسوة وبنون النيل ونون النسوة يلتقيان وبنون النيل ونون النسوة يجتمعان فلا يشغلها عن تأجيج الثورة شغل ما زاغ البصر ولا اهتزت في مفرق رأس الخصل لا خوفا من بطش يعلو أو تهديد من طير ظلام يتخفى في يوم يخشى الناس إذا عنه سئلوا أقسمت بنيلك والأهرام وبالتوحيد لأرتجل الصبح قريب أقرب مما نبتهل والشمس ستشرق ساطعة في أرضك يا وطني أبهاء محفتها دفء وخيوط أشعتها قبل تملأنا حبا ويقينا بغد بالفرحة يشتعل سنعيدك فكرا يمحو الجهل الأجوف حرا في وطن تتفرق فيه السبل. شكرا. رائع رائع رائع، شكرا لك على هذه القصيدة الجميلة فعلا. شكرا شكرا. ننتقل الآن إلى دكتور عاطف الدرابسة ليقدم ورقته النقدية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سعيد جدا يعني بهذه الأمسية، وازدادت سعادتي وأنا أقرأ المختارات الشعرية التي وصلت إلي، وهي مختارات تكشف عن شعرية وازنة، شعرية عالية الثقافة. خلف كل نص وجدت يعني مجموعة من النصوص والثقافات. منير فوزي يعني شاعر عالي الثقافة، ثقافته عالية جدا. والذي فجأني أكثر الإيقاع يعني المجموعة التي بين يدي على مستوى الإيقاع يعني كانت تمثل شعر التفعيلة، لكن يستخدم هذه التفعيلة بطريقة يعني عجيبة. ستجد أن التدوير يعني بارز، فبيعطيها حركية وبيعطيها حيوية للنص. والإيقاع نفسه
كان ينسجم مع مقولات النص، أيضا اللغة العالية، اللغة العالية التي فيها أمينة لقوالب النحو، لقوانين النحو والصرف، لكنها بالداخل تشوش النظام عبر بنية مجازية شديدة التكوين، شديدة التعقيد عفوا. أيضا لا أعرف لماذا وأنا أقرأ منير فوزي مرة أجد هذا التماهي مع أحمد عبد المعطي جازي، مرة مع أمل دنقل، مرة مع صلاعة الصبور، مرة مع أدونيس. يعني هذا الرجل قارئ للشعرية العربية، أيضا قارئ جيد للشعر الأوروبي يبدو لي، خصوصا تلك الشعرية التي تمثل اتجاهات الوجودية والإنسانية والألم. بالرغم من حداثة هذه اللغة وانتمائها إلى فلسفة الحداثة، لكن وجدت على مستوى البنية بنا هذا الرجل يكتب المسرح الشعري الذي قالت الريح، هذا مسرح، ولذلك مثل هذا النص يحتاج إلى قراءة الوحدات البنائية. أيضا ما لفت انتباهي سيميائيا أقول هو اهتمامه بالتوزيع، يعني بالتوزيع الطباعي، مرة يستخدم الأرقام 1 2 3 4 بين كل وحدة بنيوية وكل وحدة بنيوية، أيضا يستخدم الرقم داخل النص ولا يشعرك أنك خرجت من الإيقاع. سأقول الأشياء التي يعني تبين عبقرية هذا الرجل، وأنا الحقيقة يعني ساعدت بالتعرف إلى شعريته. من أسفار الهزيمة التوزيع الطباعي أيضا تحولت إلى صفر، يعني الإصحاحات تحولت كلها إلى صفر. بالمقطع الأول الذي جاء تحت عنوان تنزيل تحت عنوان كلمة تنزيل، إيقاعيا يفصل بين تنزيل وبين الإصحاحات. التنزيل كان كله قائم على إيقاع الرمل فاعلاته، ما بعرف صحيح منير ولا لا، طيب. لكن حينما انتقل إلى الإصحاحات كان يشتغل على إيقاع فعول 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 فعول. هذه من أسفار الهزيمة. تؤكد إحساس الشاعر، وأنا أتفق مع الدكتور سعد بمبدأ الالتزام، لكنه التزام فيه قلق عن المصير وخوف على البلد. هذه المجموعة الشعرية تدور حول الجسد، البلد، الأرض، الموت، الوقت، العسكر، ويسيطر عليه الجسد تحديدا. يعني في قصيدة ليس كمثلها امرأة، وهي هذه قصيدة يعني أثرت فيه كثيرا، يمكن 10 صفحات وصلت هذه القصيدة. هذه القصيدة تتماهى فيها المرأة والوطن. منير قادر على خلق أسطورته، لا تستطيع أن تعرف أنه يتحدث عن المرأة أو يتحدث عن الوطن، كلاهما مرايا. ويبهرك هذا الحوار الداخلي داخل بنيته الشعرية، وهي بنية متميزة. حتى يكون الكلام يعني دقيقا، سأتحدث عن الوظائف البنيوية، سأخذ نموذجا. أنا على فكرة مش كاتب شيء، بس ملاحظات يعني، لأنه للأسف كنت مريض. ألف سلام. نص الذي قالت الريح، وهذا النص يعني
الإيقاع المتدارك فيه حاضر، فاعل 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 فاعل. وهذا الإيقاع لفت انتباهي، مع أنه قلت هذه أشبه بالمسرحية. أولاً الشخصيات، الوظائف، الوحدات البنيوية. النرجس هو شاهد. قالت الريح للسوسنة، شخصية الريح في هذه المسرحية هي شخصية سلبية ورقمها. قالت الريح للسوسنة، ها هو الوقت مضطجع فاسرقيه من الغيم. السوسنة كائن ضعيف يعني. ثم قالت الريح للسوسنة، ها هم الجند يفترسون المدى يسرقون الأوز. لاحظ المعنى السلبي. قالت الريح، هنا تحول الحقيقي ورسم صورة الوجع للبلاد. إن قحطا يعم البلاد، فضم الهوى من أجفنيك واستجمعي ما تبقى لقلبك وشد السفر. قول واحد فقط في النهاية، السوسنة في نهاية هذه الوعدات البنيوية، السوسنة كانت تسقي للريح صامتة. في المقطع الرابع فقط تحدثت السوسنة وهي تستودع الريح. قالت وقالت لها، فليشهد النرجس على كلامي، إن هذه البلاد دمي، والذي بيننا لهفة الأزمنة، سيتغير الزمن لكن لن أرحل. هذا مسرح، وهذه حواريات، ودقيق في إيقاعه. يعني حينما ينتقل الإيقاع من فاعل إلى فاعل تشعر بهذه الحدة، يعني ينسجم مع الحوار. في قصيدته الجسد، الجسد صفحة 18 عندي أنا، الجسد شوف تحضر الريح مرة ثانية، اللي هو جسدي قلادة. لا أريد أن أقرأ النص ولا أخذ الوقت، سنتحاور في هذا الأمر. الجسد يعني إشكالية، وهنا يحضرني كتاب جورج لوكاش، الأشكال والروح، وهذا الصراع في يعني الذي حدث حينما أعلو الروح على الجسد. لكن يعني شعراء الحداثة والشعراء الذين يعني تأثروا بشعراء الحداثة والذين لهم فلسفة وقيمة مثل أخي منير، أدركوا تماماً توظيف هذا الجسد، لأنه هو الكينونة، هو التاريخ، هو التاريخ وهو الكينونة. قد يبدو الجسد بلد، وقد يبدو الجسد امرأة، لكنه كله يؤول عند منير إلى الوطن. فالذات الشاعرة هون دائما تعلن تعلقها بالآخر، الآخر البلد، الآخر المدينة، الآخر المرأة وحضوره. ويعبر منير هنا، قالت الريح التي سكنت، تعبت من الترحل فيك فاستغرق مواجع. يعني هنا يبرهن عن حالة من التصدع وأزمة بين الشاعر والوطن، وبين الشاعر أيضا والمرأة. لا فرق عندي أنا يعني بين المرأة والوطن. تشعر أنه يريد أن يدخل إلى أقاليم الجسد، وهذا واضح أيضا في قصيدته، ليس كمثلها امرأة، مع أنه لم يذكر الجسد لكنه أشار إلى كل مكونات الجسد. يعني يريد أن يسافر في أعماق الذات، وفي نفس الوقت تشعر أنه يأخذك نحو المتاهة، التيه. يعني وكأننا في حالة تيه. ولذلك هو يبحث عن عالم آخر يجد في وطنه، أو يريد أن يبني الوطن الذي يحلم فيه. وستلاحظ هنا بالتقنيات يعني بالتقنيات بالتوزيع الطباعي أيضا، يعني كيف جسدي قلادة ثم جسدي خريطة. دائما يأخذ الجسد البعد الوطني. في نص له اسمه لا نهائي،
قصيدة الجسد هاي ما بعرف أيضا، هذه قصيدة الجسد لم يستخدم بها مثلا فعول أو فاعل، راح على 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 الإيقاع الكامل، يمكن بدأ بمتفاعلات، يعني متفاعلات التفعيلة الأولى ثم صارت متفاعل يعني، وكأنه أيضا يريدها. الذي لفت انتباهي أيضا عنده شغف بالتشكيل، بالتشكيل يعني مثلا في قصيدته اللانهائي، اللانهائي صفحة 40 شوي، معلش تحمليني دكتورة دورين. معك وقت، تفضل. قصيدة اللانهائي، قصيدة اللانهائي يعني غريب الشكل الكتابي لها، اللي يعني بالمختارات اللي وصلتنا عندي صفحة 40 يعني. اللانهائي، في البداية ثلاث أسطر بخط غامق، ليس الهوى ما أبتغيه، فليس لي وطن لأهجره، ولا عمر فأفنيه. ثم يأخذ كتابة السطر العادي، السطر العادي يعني كأنه يكتب مقال أو صورة كتابية، مش عارف، هذا بهرني. وبالرغم من هذا الشكل الكتابي، إذا اطلعتوا عليه، ما بعرف إذا اطلعتوا على النص يعني، إذا شاركتوني بالاطلاع عليه، هيك شكل النص جاي يعني اللي أشوف. نعم نعم، معاك معاك سطور كاملة. دكتور عاطف، سطور كاملة، لكن لاحظ أخي سعد، بالرغم من هذه السطور الكاملة التي أراد أن يهمنا بها، يعني أنه يكتب نثر، نثر، إلا أنه بقي أمينا، بقي على الإيقاع، بقي أمينا للإيقاع. وأيضا ستشعر في هذا النص اللانهائي قلقه الوجودي، يعني قلقه الوجودي والبحث عن 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 المصير. يعني في قصيدته، هي في قصيدته أيضا مثلا اللي هو ليس لا أحبك مرتين، صفحة 34، لا أحبك مرتين، مع أنه يخاطب امرأة، بالنهاية يقول لا وطن لي. منير فوزي بالرغم من أنه يعيش في وطنه أو يعيش، إلا أنه مولع بالسفر، السفر النفسي، هذا السفر النفسي هو رفض للوطن على صورته الحالية، فلذلك يحضر عنده العسكر، يحضر عنده، يعني لو أردنا أن نطبق مثلا السيميولوجيا، ستجد البناء الانفعالي حاصل، ستجد بناء يمكن لم يشر إليها غريماس، ستجد عنده البنية الدينية، ستجد عنده البنية السياسية، ستجد عنده أيضا البنية الأيديولوجية، العقيدة، خاصة في قصيدة وردان، يعني حينما نعى القومية، نعى القومية، وهنا يعني أطلب الرحمة والمغفرة لعبد الرحمن منيف، نعى هذا الأمر. أيضا لديه تنصات يعني عجيبة جدا، يريد هو، ويضع لك هوامش، يريد أن يكشف لك عن عمق ثقافته واطلاعه على الآخر. ونترك الأمر للنقاش، لدي الكثير، واعذروني يعني صوتي لأني فعلا والله مريض. سلامات سلامات دكتور، ألف سلام عليك. ونسمع يعني بالنقاش أيضا لنا مداخلات ستكون. نعم، شكرا لك على هذه القراءة، شكرا جزيلا على هذه القراءة العميقة، يعني أضاءت على الكثير من النقاط التي يمكن أن تكون إشكاليات يمكننا أن نتناقش بها في الجولة الثانية أكيد. هنا أريد أن أقول بأن يارا ستافر، هذا الناقد الأمريكي المعاصر، بأن الشعر كله معقد وتعقيده على درجات، أما القصيدة فيقول بأنها مثل الإنسان، لها شجرة نسب وهي مهمة
لا بسبب أسلافها بل بسبب انفرادها، والقصيدة ليست أكثر من محاولة تبلور مثالي لتجربة ما، تمثل من حيث الكيف حياة مضنية شاقة، وتتطلب من حيث الكم سنوات من التفكير والاستعداد والمران. فالأمر قائم إذن على الاختيار والاختبار يضعهما الشاعر في مخيلته الشعرية عبر تشكيل رمزي وبناء لغوي متماسك، تتكامل فيه الرؤية الفنية مع المرايا النقدية التي يرى من خلالها الشاعر مآل تجربته. دكتور منير فوزي، استناداً إلى رأي ستافر، أتعتقد بأن كتاباتك مرتبطة بتجربتك الشخصية؟ سأترك الكلام لك بعد أن تجيب دكتور عاطف، تفضل. شكراً لك. الحقيقة أشكر سعادة الدكتور عاطف على هذه التأملات العميقة جداً، يعني الحقيقة تكشف عن حس الفن الرهيب عند الدكتور عاطف، حس الفني اكتر ابداعي اكتر حتى من النقد يعني، وطبعا ما يقلل من شأن النقد، انما احيانا بنبقى احنا ممكن نبقى نقاد عندنا شويه استنباط ونقدر نحطهم ونضع على النص طبقا. لا، الدكتور عاطف مش كده الحقيقه، بيبدا من الحس الفني الرهيب ينطلق منه الى رؤيه كليه، وضع ايده على مجموعه من المعايير الحقيقه يعني ربما تكون من حق الناس في هذه الجلسه ان نذكرها. لا شك انني تأثرت بثلاثة مهمين جدا بالنسبة لي. تأثرت بصراحة عبد الصبور، أحمد عبد الموحد كحيادي، أمل دنكل، لا بأس أن أقول هناك إشارات، كنا نمر كل وقت على محمود درويش شوية، بدأنا بالسياب والبيات وبعدين بدأنا نتحول، لكن لا يكون الشاعر شاعرا إلا عندما يستقل بذاته. وأزعم أن هذا لم يتحقق تماما، يعني ما زالت هناك رواسب ربما حتى في القصيدة التي ذكرتها عن وردان، ربما لا يعلم أحد أن أحمد عبد الموحد حجادي كتب قصيدة سماها طردية وأهداها إلى عبد الرحمن منيف، لكنني لم أكتشف هذا التقارب إلا بعد ما كتبت قصيدتي وذكرتها فترة طويلة. قصيدة حجادي قصيدة قصيرة خالص، ولعله ينعي نفسه أكثر ما بينعي عبد الرحمن منيف يعني في قصيدته اللي كتبها في باريس في غربته عن مصر، وبيختمها ومس خرجت من بلادي لم أعد. حقيقة لا، أنا كان عندي التجربة يمكن عمقتها أكتر بحكم قراءتي لكاتب أمريكي كبير جدا اسمه ستاينبيك، جون ستاينبيك، له عمل اسمه زبير الدب، اللي كنت بقى أقارن فيه بعالم المجتمع الرعوي. إحنا ثقافتنا ثقافة زراعية، ففي أمور غايبة عندنا عن الرعي تختلف يعني. في رواية زبير أو الدب، آسف كان فوكنر مش ستاينبيك، فوكنر، في دب كبير بيهاجم قرية وبياكل الحيوانات والدواب بتاعت القرية، وتقرر القرية ده مش قادر عليه، فيجيبوا له صياد كبير عتيق عشان يصطاد. أول حاجة بيعملها الصياد إنه لازم يسمي الدب ده اسم، فيسميه أولد بن، بن العجوز، لأنه كبير في السن. فكرة إنك بتتعامل بالندية مع الشخص الآخر دي خطيرة، الحيوان زيه زيك، أنت بتتعامل معاه. لما بيجي يديله الدب ظهره لا يطلق عليه النار. عيب. في قانون الصيد أن تكون المواجهة الوجه للوجه، صحيح. الفروسية بالضبط، إن في تقاليد في الصيد، زي ما عمل منيف كده كان بيتكلم في روايته النهايات، نحن لا نصطاد إلا عشان نأكل، توازن. إنما أنا لما أجي أجيب بندقية آلي بدل ما كنت بصطاد قطعة واحدة بصطاد 100، الدنيا بتبوظ، بيختل التوازن البيولوجي، وأنت بتصطاد للمتعة لا بفقدك، أنت بتصطاد عشان الحياة. ربما كانت قصدت وده الصعوبة اللي فيها في هذا الكلام. الإشارة اللي حضرتك أشرت بيها فيما يخص أمل تحديدا، أنا عملت الماجستير بتاعتي في أمل في أمر طبيعي، أنا قررت ولا في أولى ثانوي أني أعمل ماجستير في أمل دنكر، وأنا في أولى ثانوي كنت وقتها قد قرأت عدوان تعليق على ما حدث وانبهرت بهذا الشاعر، وقررت أن أنا والله ما تغير إلا عنوان الرسالة، كنت عايز أعمل اسم النزعة التشاؤمية في شعر أمل دنكر. لما عملت الماستر بعدين بعد ما خلصت الليسانس سميته صورة الدم في شعر أمل دنكر. الأمل شعر كبير وما زلت أرى حتى الآن برغم كثرة الدراسات التي دارت حوله أنه لم يدرس بشكل جيد، ما تزال رغم أنه صغر سنه وإبداعه ست دوائي مش كثيرة يعني، لكن الحقيقة هذا الرجل كلما قرأت أشعاره عيد النظر فيه، يستحق أن يدرس وأن يقرأ مرة أخرى بزوايا كثيرة. لما عملت قصيدة أمل كان أكثر التفعيلات اللي عنده بيحبها دايما متروحة ما بين الرمل والرجز والمتدرج، فأنا أخذت تفعيلتين من عنده الشهر
بدأت الأولانية بالرمل اللي عملت تنزيل وعملت المتقارب، متقارب والمتدارك أنت عارف إنها دائرة واحدة يعني مش هتفرق كتير عندي، ودي غالبا يعني في حدك حطيت إيدك على حاجات قوية. طبعا قصيدة ليس كمثلها امرأة هي إرهاصات لقصايد لفكرة نشيد الإنشاد، ونشيد الإنشاد أود أن أشير أنه من أهم المؤشرات الثقافية للشعر المعاصر. أنا نفسي لي دراسة طويلة عن نشيد الإنشاد في الشعر العربي المعاصر عند 5 من الشعراء. نشيد الإنشاد مهم جدا بعيدا عن الجانب الديني وغير الديني، لا هو كإطار ثقافي خطير جدا جدا، ولا يستطيع الشعر أن ينفذ منه، لازم تقرأ كل شعر ولا ما يبقى الشعر. توظيف ده أنا أعتقد كنت بستحضر، وهتلاقي صور كتيرة جدا من الكتاب المقدس حبيبي له قصة واكتباله، ده موجود في التوراة يعني بالله عليك. كنا يا بلدي أورشليم أحسن صوتي منك، ما راح تقدر تكلم أفنم؟ صوت سقطع؟ لا صوتك واضح أستاذي، بس الدكتور خليل ظاهر إنه ترك المايك مفتوح. طيب تفضل، مش عايز اطول، تفضل ودقيقتين دكتور منير ونترك النقاش للجلسه الثانيه. خلاص تفضل يا حبيبي، انا اخذت كتير يعني انا وضحت. لا تفضل معك دقيقتين. انا بشكر سعادة الدكتور عاطف على هذه القراءه العميقه جدا جدا، انا النهارده محظوظ بيكم والله. تفضل. نعم شكرا لك على هذه الاجابات الراقيه. أنا فقط أريد أن أشير إلى أمر أن كل التجربة الإبداعية عندك ربما كانت لخصتها قصيدة، وهي أخفق الشاعر في أن يكتب القصيدة، فمزق كل ما كتب وأحرق كل تذكاراته وبكى كثيراً واستراح. في الواقع لا أعرف إن كنتم توافقونني الرأي، فهو حاول من خلال هذه القصيدة أن يجسد كل العملية الإبداعية التي تمتاب كل شاعر. لاحظوا أنا لفتتني هذه يعني الأفعال: أخفق، مزق، أحرق، أحرق، بكى، ثم استراح. وربما هذا الأمر يكون موجوداً في داخل كل شاعر قبل أن تولد منه القصيدة. في ختام هذه الجولة لا يسعني إلا أن أشكر النقاد الكرام الذين تفضلوا بهذه الأوراق النقدية العميقة، والآن أنتقل إلى الضيوف الكرام وأعتذر لأنهم انتظرون كثيراً، الأستاذة فايزة والدكتورة ميديا. نبدأ معك أستاذة فايزة سعيد، تفضلي. مساء الخير، مساء النور للجميع. أنا لن أتكلم أكاديمياً ولا علمياً، وإنما سوف أقول إحساسي فقط على القصائد التي سمعتها هذا المساء الجميل بهذا الرجل الأكثر جمالاً والأكثر بهاءً والأكثر إبداعاً. حقيقة أشعر أنه قصائد الدكتور منير فوزي هي قصائد لها جسد، والجسد له رأس، والرأس له عقل. أقول هذه القصائد لها عقل، لها عقل يفكر، ولها قلب يشعر ويعشق ويحب. هذه القصائد قصائد ليست عادية. ما سمعته اليوم منك أستاذ منير أستطيع أن أقول أن قصائدك في منتهى الذكاء. هناك ما يسمى بالقصيدة الذكية التي تخاطب العقل أولاً قبل أي كل شيء، ومن ثم تخاطب الذائقة، تخاطب الإنسان الذي فينا، والوطن الذي فينا، والآخر الذي فينا، والأرض التي فينا، والحب الذي فينا. أنت سيد الجميل شاعر، ماذا أقول، شاعر القصائد التي تحلق في سماء بلا حدود وفضاء بلا حدود، تلك التي تعصر الشمس على شرفة القمر، وأيضا تعصر النجوم على حبل الأرض وعلى حبل المساءات الجميلة. فشعرك جميل، فما يعني لا يسعني إلا أن أقول سلاما لك وسلاما منك وسلاما عليك وعلى شعرك. أسعدتم جميعا مساء. شكرا لك أستاذة فايزة على هذه المداخلة الجميلة النابعة من أعماق الذات ومن أعماق القلب. دكتور منير، إن كان هناك من كلمة تحب أن تقولها للأستاذة فايزة تفضل. فايدة شكرا جدا على هذه الرقة، طبعا معتاد منها، هي شاعرة رقيقة، والحقيقة أنا بسعد جدا دايما مداخلتها معي، إنسانة بالغة الإنسانية، ربنا يكرمك يا رب إن شاء الله.
شكرا لك. بالمناسبه بس في لو في فرصه لبعض بعدين بقت الفرصه ان شاء الله فرصة. ليس لي للاخرين ان شاء الله. يعني الاخت اللي كتبت البحث عن موجوده تفضل دكتوره ميديا. نعم دكتوره ميديا تمام. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا مبدعنا. بيسعدني كتير حضوري لهذه الأمسية الرائعة اليوم، وبتشكر كل الأعضاء والقامات الأدبية الموجودة والدكتور المبدع منير فوزي. كنت وأنا أقرأ ديوان الشاعر المبدع منير فوزي وكأنني بين هالتين، هالة من الناحية الأوروبية وخاصة للشاعر جورج بايرون، وهالة من قاماتنا الأدبية العربية العالمية كسياب والبيات ومحمود درويش وأدونيس وأيضا سليم بركات. لكن أود أن أقول للشاعر المبدع أنه فعلا هام وقام إبداعية لم أرى من قبلها مثيل. كان الديوان متنوعا ومكتوبا ببهاء وذكاء لا متناهي، وأحسست وأنا أقرأ الديوان أنني بين ثناياه وقصصه وموضوعيته البالغة المثيرة الأهمية جدا جدا من جميع الأصعدة. لدي أمثلة عن قصائد كثيرة لكني لا أعرف من أين أبدأ، فكلها تتميز بالجسد والواقع الذي نعيشه، وأيضا تتميز بخلفيات ثقافية عميقة جدا. هنا كما تفضل الأساتذة القامات الأدبية بالسؤال أو بالاستفسار عن قصيدة وردان لعبد الرحمن وردان للرواية التي جسدتها عبد الرحمن مني عبد الرحمن منيف، لكن عنوان القصيدة كانت باسم وردان، والقصيدة بدأت بسردها باسم عبد الرحمن منيف. ولا أعرف ما هو وجه الفكرة بين الروائي وبين بطل القصيدة من حيث الناحية النثرية. الشيء الثاني وهو القصيدة المميزة جدا في الديوان وهي أسفار الهزيمة، وعندما وخاصة في هذا البيت النثري الرائع: وابتغوا رأسي بأنصاب المدن شاهدا حيا لمن يلوى زمامه. هنا أرى أنه هنالك التحام باثق الأهمية بين جملة أو بين بيت من أبيات القصيدة النثرية لشاعر منير وبين شاهدا حيا بين قوسين شاهدا حيا لمن يلوى زمامه. وطبعا هذا هو استشهاد من بيت شعري لأحد الشعراء ولا أعرف لمن. هنالك تناغم بين البيتين بشكل رائع جدا. ومن أهم أشياء القصيدة التي لفتت انتباهي وهي جدا مهمة ولم نتطرق إليها، هذا الترقيم وهذا التنوع في الأقواس والإشارات والإخراج، الإخراج الهام جدا، هذا الإخراج لم أرى من قبل له مثيل، لم أرى، وخاصة وفي قصيدة البحر. والشاعر يقول: البحر واجه دونه، إن وقتا من العمر يمضي وواجهة دونه البحر. وهذا بشكل مرقم بألف وباء. وشكرا جزيلا لحضرتكم. شكرا دكتور. شكرا دكتورة، شكرا لك على هذه الإضاءة. دكتور منير تفضل. شكرا لها ايضا، يعني حطت ايدها على حاجات يعني جميله ايضا، شكرا لها. ليس لدي ما اقوله اكثر من الشكر، يعني كثير علي. ننتظر قصيده منك. ننتظر قصيده منك. هيا انا اقول قصيده كان طلبها الالوان. خلينا في اللون، اهتمامي باللون.
قصيدتان للون، اديني بس ديت الوان. قصيدة رقم واحد اسمها اللوحة. في دفتره رسم الولد غزالة وحشائش خضراء حواليها وسماء زرقاء، وخضر بالفرشاة شجرا يرمي فوق الأرض ظلاله. رسم الولد غزالة يتناول ثدييها رئمان، ومرعا ممتدا من أقصى العمر إلى أقصى الصفحة تنساب الخضرة فيه، وسحابا في ركن اللوحة تصبغه الشمس بهالة تتبدى في لون الدم. رسم الولد غزالة يتناول ثدييها طفلاها، دعك الولد الفرشاة وألقاها فوق الشمس المتبدية بلون الدم، ساح اللون على اللوحة وانسكب على جنبات الصفحة، صارت كل اللوحة حمراء بلون الدم، صار الدم ظلال الشجر ولون السحب ورائحة العشب النديانة. قذف الولد اللوحة صارت حجرا، قذف الحجر وكان الصياد المترقب ينصب في الأفق نبالة، فاختلجت قبرة امتشقت خارطة الوطن المنسية ثم رمتها في صدر الصياد فصرعته. صار الحجر مزيجا من ألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، رفع الولد الحجر فصار الراية، قرأ كتاب الزمن المنسي وتهجأ، فاء لام سين طاء ياء نون والحجر ومن يرمون. ستعود بلادي ملكي، ستصير بلادي ملكي، ويعود لي الزمن المكنون. صارت كل فلسطين اللوحة، وارتد الصياد إلى هاوية الموت. القصيدة الثانية في اللون برضو اسمها وصول. المسافة شاسعة يا صديقي، غير أن الوصول لقلبك ما أيسرها. حين يمتزج الحزن بالفرح والدمع بالجرح، حين تصير الكؤوس مخاتلة والتفاصيل تدخل في نفسها، فترى امرأة بامتداد الغرام ونرجسة بامتثال الفراش وقبرة تتلظى بحقل ذرة، سوف يدفعك الفرح للصمت والصمت للحزن، والحزن يا صاحبي شجرة تتسامق أغصانها في النفوس وتسكنها ثم تسلمنا للظنون. أي لون سيكشفنا وقتها؟ أي لون سيفشي بخيبتنا ثم يدفعنا للجنون؟ أهو الأصفر الوثني أم الأحمر القرمزي؟ أم الليلكي أم الموت؟ للموت يا صاحبي لونه ذلك المتخفي الخؤون. أي لون سيسلمنا للسكون؟ غير أن الوصول لقلبك يا صاحي ما أيسره. المسافة شاسعة بيننا صديقي، غير أنك تفتح باللون شباك ألفتنا وتعبد جسرا ليمتد ما بين قلبي وبينك دمع الشجن. يكبر اللون شيئا فشيئا، يصير رجالا وأرصفة ومدن ومواعيد مخبوءة في المدى، وتلون بالأحمر الدموي بياركهم وتساوقهم ثم تدفعني بينهم، تتداخل في وفيهم ونمضي معا. يكبر الليل يكبر اللون شيئا فشيئا، يصير بلادا وسوسنة وحقول ذرة، غير أن الوصول لقلبك يا صاحي
ما أي صراحة. شكرا. جميل 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 جدا. حقيقة جميلة. شكرا شكرا. نلمحك في قصيدة أيضا تقول: أنا فاجأني هذا السطر، لماذا تفاجئني دائما صورة الموت؟ الموت يلح عليك في، يعني هو هاجس كان في العديد من القصائد، وأعتقد أنه ليس موتا عضويا، ربما هو موت الإحساس بالحياة في بعض الأحيان، كما أن نغمة الشجن كانت تسيطر على القصائد، وهذا أمر طبيعي عند الشاعر. شكرا لك دكتور منير على هذه القراءة الجميلة، ونرحب بالدكتور حمد حجي، ولا أعرف إن كان قد حضر لنا ورقة نقدية. نعم ننتظرها، تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا دكتور منير، مرحبا، أهلا وسهلا بك. أنا دخلت الآن الحقيقة يعني بالوقت المناسب إن شاء الله. إذن ملاحظاتي ربما لن تكون نقدية، لأنني كنت في محاضرة، يعني لست مستعدا بالدرجة الكافية، ولكن أقول أني من خلال قراءتي للمجموعة هنالك شيء جديد في هذه المجموعة، ربما ما هنالك كاتب لا أذكر وناقد على ما أظن فلسطيني، أوجد مفهوما جديدا في الحداثة الشعرية، سماه التعديل الوراثي على ما أظن، يعني المفهوم اسمه التعديل الوراثي، ويقصد به، وهذا ما وجدناه في مجموعتك الشعرية، هو أن يربط الشاعر بين الجين اللغوي بالجين الوراثي، ولو قدر لنا أن نقول يعني الأصالة والمعاصرة بالمفهوم النقدي القديم، ولكن خصوصية هذا المبحث الذي يمكن أن نضع فيه قصائدك هذا البعد الجديد، وهو الجين اللغوي الجديد المرتبط بالجين الوراثي، والذي يعمل على توظيف على تعديل وظيفة القصيد كما لو كان كائنا شعريا يقع تطويره لتحقيق قيمة مضافة، كما لو كان تحسينا للنوع وزيادة في الجودة ومضاعفة للقيمة النوعية، وهذا ما يعني القيمة المضافة التي أضافها دكتور منير بتقديري، يمكن أن نجد هذا التعديل الذي يعكس ثبات الأصل وتحول الأجزاء في الصورة الشعرية إلى ما يواكب العصر من المساس بالأصل وفعل المثاقفة والتأثر والتأثير. أجد هذا التمازج الذي أجده في الإيقاع، يعني صياغة إيقاع لقصيدته شعري جديد يحفظ للنص ثورته الفكرية واتزانه العاطفي، ولكنه يستفيد من المنجز الحضاري العالمي الإنساني، لو قدر لنا أن نقول انفتاح النص على الأجناس والأنواع الأدبية، أولها هي انفتاح النص على كما قلنا من قبل قليل وأنت ذكرت ذلك مع أمل دنقل. إذن يكتب أمل دنقل قصائده تقريبا على سمة انفتاحية على السينما، وخاصة ما يتعلق بمبدأ المونتاج، منتجة نصه، وهذا ما وجدناه في قصائدك، بمعنى أن هذا التأثر بأمل دنقل لم يكن فقط بوصفه كائنا طارئا على نصك،
وإنما منح قدرة أخرى على معايشة الواقع الشعرية أو التجربة الشعرية وسبر أعماق النفس الصورة التي ترسخ. وهذا يتطلب أو ما سميته التعديل الوراثي الجيني الذي اعتمدته يمتاز بخمس خصائل أخرى إضافة إلى كما قلت هذا الذي سماه أصدقائي قبل قليل التناس، هو أن النص نفسه يمتاز بالتكثيف الدلالي واستعمال لغة الحياة اليومية، ولكنه في نفس الوقت يوظف مجال الرؤى والأحلام، وإن مال إلى الرمز فهو يوقع كما لو كانت القصيدة نفسها هي إيقاعا كبيرا أو لو قلنا لو قدر لنا نقول استعارة كبرى. إذن استعمال لم يعد الأمر يتعلق باستعمال استعارات أو جمل في استعارية باستعمال البلاغة العربية، وإنما صارت القصيدة كاملة هي استعارة كبرى مما ولد إيقاعها المركبة وأدى إلى تعدد المعنى وكثرة الإيماء التأويلية وإشراك المتلقي في تذوق النص الشعري وتأويله. النقطة الثانية، النصوص حتى وإن ارتكزت على ما عبرنا عنه بالتناصات فإن لها القدرة على الحياة والانصهار مع رؤى المتلقي الذي يسعى إلى امتلاك أو فهم واقعه. إذن هذه قابلية النص الشعري على توليد المعنى وتوليد التأويل يضعنا أمام حداثة للنص جديدة وحداثة للرؤية التي تنضج من خلال رموزك الشعري. يمكن نقول هنا أن قدرة النص الشعري تكمن في خلق لغتها الخاصة المعبرة عن تجربة الحال. فلذلك فما قرأته أو القصيدتين التاليتين الأخيرتين هي معبرة عن تجربة الحال، أو لنقل هي تغني السرد بغنائية درامية كما لو كانت ملحمة، وأيضا اعتمادها على اللوحة أو التجديد الآخر والذي يقصد به انفتاح الشعر على اللوحة التصويرية والألوان. فإن أقر في الإغريقي سيمون داس أن الشعر رسم ناطق والرسم شعر صامت، فإننا في قراءة سريعة لنصوصك نكتشف أثر فن الرسم في الشعر وخاصة في اللوحة التي استعرضنا من خلالها وانطلاقا منها ما يميز فن اللوحة والصورة في القصيدة. ما يميزها إذن وهذه النقطة الأخيرة هو التكامل في المشهد. فلو نظرنا إلى لوحة ما فإننا نجد فيها الإطار الذي يسيج اللوحة والخلفية والمشهد ذاته، ولو جمعنا هذه العناصر الثلاثة فإننا نتحصل على لوحة متكاملة معلومة مرئية. كيف يصاغ هذا في قصيدتك؟ إذا نجد في مكان ما من اللوحة الشعرية تتراءى لنا أشباح وشوارع كما قلت قبل قليل، ومن جهة أخرى تصورت كما لو كانت هنالك قرية فيها مجموعة من الرجال. حقيقة هذه الرؤية التي رأيتها، وتظهر بقع من الدم التي صورت بالألوان، وكما لو كانت إذن هذا مصدر الدم، وهذه المقابلة بين الألوان هي الصورة الشعرية التي طرفها هنا الفضاء اللوني وانتباه الشاعر إلى القصيدة الحالة. وهذا الاستخدام اللوني كمعطى أساس لا يقع استعماله، لم يكن في قصيدتك غير ذي أهمية إذا لم يرسم مشهدا يمتلك فيه أثر اللون، أثر العواطف وأشكالها الحسية التي تحدث توترا عند المستمع.
إذا ممكن أن ألخص ما قلته، أنني رأيت أن هنالك رؤية جديدة سميتها تعديلا وراثيا في شعر حداثة نص صديقنا الدكتور منير، والذي يربط بين الجين اللغوي والجين الدلالي بالجين الوراثي للأمة والجين الوراثي للبعد الإنساني الذي عدل بين وظيفة الصورة الشعرية ككائن حي وطورها لتنتج نتائج تحسن نوع القصيد وتزيد من جودته وتضاعف من قيمته النوعية، وحالتيها هي القصيدة اللوحة والقصيد الإشاري كما ذكرت في التحليل. وأشكركم على أشكركم على هذه الفسحة التي أعطيتمونا إياها، ونحن نشكر كل المتدخلين كنت أستمع إليهم وخاصة من الدكاترة الذين سبقونا. أشكر لكم هذا الإبداع. شكرا لك دكتور حمد على هذه الإضاءة الجميلة فعلا، وقد أشرت إلى الكثير من الأمور الجديدة التي أضاءت القصيدة عند منير فوزي. تفضل أستاذ منير، ماذا عندك لتجيب دكتور حمد؟ وفعلا في ملحوظة بس ينبغي أن احنا نشير لها. نعم، هي متعلقة بفكرة تأثرنا بالشعراء السابقين، لا يولد الشعر من فراغ إنما يكون امتدادا لما قبله. ما اعتقدش ان انا اتاثرت بدون كل عشان المونتاج، لان ربما بكتب المونتاج واشياء اخرى. هذه تقنيات تكتب في كل في الشعراء الجيدين، ده كل الشعراء، هذه موجوده عند احمد حجازي، عند عبد الصبور، عند درويش، كثير من الشعراء كتبوا هذا اللون الكتابي يعني. فهي المساله مش مساله تقنيه او فن المونتاج، الحقيقه يعني الفنون الجيده التي استطاع ان يفيد بنا. طبعا هي واضحه عند امل، لكن واضحه عند شعراء كتار اخرين يعني. التجارب الآخرية فكرة اللعب بالأرقام، يعني أعتقد تعلمنا من تجارب من محمود درويش لما يجي يكتب مرة بالأرقام العربية والهندية والأرقام العربية في قصيدته الأرض، يعني يفرق من المقاطع. وهذه نحن كنا مطلعين على شعر من سبقونا بشكل جيد، قرأنا منهم أخذنا منهم، لكن أعتقد أني ما يربط بيني وبين أمل أن ما زالت الهموم التي شكلت وعي أمل دونكل من باب 67، ما زالت الهموم كما هي، ما زالت القضية الفلسطينية هي القضية المحورية بالنسبة لنا كعرب، والوجود العربي، ما زالت عبء الديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعي، القضايا التي نادى بها أمل ما زالت هي بنعيشها، يعني لم نخرج من شيء، لم نستطع أن نحل أي واحدة من هذه القضايا. فشكرا لحضرتك يا دكتور على هذه الإضاءة الطيبة، جزاك الله خيرا، وجميلا يعني أن أحظى باهتمام حضرتك وأن تكتب عني وأن تهتم بهذا الشعر، شرف لي، شكرا لحضرتك. شكرا لك دكتور منير. أريد أن أرحب بدكتورة درية فرحات التي دخلت منذ قليل، ودكتور خليل شكري. وقبل أن أعطيهما الكلام، فقد بلغني أن دكتور سمر ودكتور نبيل قدما أوراق نقدية بالشعر الدكتور منير. الدكتور نبيل تفضل لو سمحت لتعرض ورقتك النقدية بين 3 و5 دقائق لو سمحت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شعراءنا العظام وأدبائنا ونقادنا، طبعا أنا متابع الحلقة منذ البداية، يشرفني أن أكون متواجد بينكم هذه الليلة في هذه الأمسية الشعرية النقدية عن الشاعر. لكم ولي الأب والأخ الأكبر الداعم الذي دعمني وقدم لي كل ما أستطيع ليضعني على مضمار يعني ما كنت أحلم أن أكون فيه. هذا المضمار هو مضمار استكمال الدراسة، وكانت يعني كان شرف عظيم لي أن أقدم رسالة الدكتوراه عن شعر الدكتور منير فوزي، أو عن شعرنا منير فوزي كما قال، إذا أريد اللقب الأكاديمي في هذه الأمسية. ولكن لا يستطيع الإنسان إلا أن يقدم كل احترام وتقدير للأستاذ الدكتور الشاعر الموهوب منير فوزي.
صراحة لما بدأت الدراسة عنه أو القراءة في أشعاره، فيعني جلست فترة طويلة يعني في حيرة مطلقة، لا أعرف من أين أبدأ، ولكن كانت الأمور أنني كلما أقرأ في أشعاره وأعاود التفكير أجد أن هذا الرجل أو هذا الشاعر يعيش يعني تجربة حقيقية، يعبر عن واقع، هذا الواقع كأنه يعيشه كتجربة شخصية. وكان مما يعني أثار يعني جذبني إليه هو يعني تفضيله لأسلوب الحكاية والسرد في أشعاره، وهذا مما دفع إلى أن نضع عنوان رسالة الدكتوراه بعنوان جدلية السرد وجمالات النص في شعر منير فوزي. وكان للسرد يعني حضورا كبيرا في هذه الدراسة التي يعني أبانت وأوضحت كيف وظف الشاعر منير فوزي تقنيات السرد في الشعر، يعني توظيفا دقيقا يعني ينم عن موهبة وعن يعني معلوماتية وعن ذاتية التجربة التي استطاع أن يضع فيها كل موهبته التي ظهرت عنده منذ الصغر. فهو شاعر ابن شاعر، فإن والده المرحوم الأستاذ فوزي كان يعني ذكر اسمه في شعر في معجم البطين للشعراء العرب المنزوع الأشعار. ولكن أنا سأقدم يعني قراءة بسيطة أو سريعة عن قصيدة التجربة في ديوان لا أحبك مرتين والأوقيت بالندى. وكانت هذه القصيدة يعني وظف فيها تقنية من تقنيات السرد أو السرد التتابعي الذي يعني وضح جليا فيه، إذ يقول فيها: دائما يرفع البحر شارته اللؤلؤية في خاتم الجولات، وأرفع لونا هزامي ومد ومفقد الوقت رهبته، وانكسرنا على مائدات التفاوض، وأنا أستكين لما خلف القلب من جزع وعض انقسامي. وضح في هذه الجزئية انكسار، هزيمة، أسى يشعر به هذا الشاعر في يعني في هذه الذات الساردة، ماشي ليس موفقا في تعبير يعني موقفا مصاحبا ولا مبدأ ثابتا عنده، حيث إنه يعيش واقعا مريرا يستعير فيه وحشته، لذلك يستعير فيه ضياع أحلامه. ولو أمعنا التدقيق في عناصر الحدث المكونة أو الفاعلة له، لتراءى لنا أنه شخصية واحدة تبدو في نمطين متعلقين. يقول أيضا في مقطع آخر: كانت الأرض واسعة بامتداد الحقول، وكان الزمان لنا والفراشات والبيرق الأرجواني والمستحيل، وكنت أرى البحر مبتسما دائما، والعصافير تطلع من ثقب الجامعات ومن شرفات المسافة تكبر فيها الميادين والأورقة. وظف أيضا هنا نوعا من السرد يعني منها في هذا المقطع عن تقنية الاسترجاع الذي يجسد فيها أحد طرفي الصراع الداخلي الذي يعيشه الشاعر منير فوزي، هو إنعكاس لصراع الخارج متمثلا في زمن الماضي. فقد استدعى السارد عن طريق تقنية الفلاش أو الفلاش باك فضاء الزمان الماضي عبر دلالة الفعل كان الذي تحدث عنها أستاذنا وأديبنا السابق، تمام، والذي يسير إلى كل ما يحمل البهجة والسرور في النفوس، كما استدعى فضاء المكان بجمالياته المتنوعة كالأرض الواسعة والحقول الممتدة والفراشات والبيرق الأرجواني والبحر المبتسم وعصافير تطلع من ثقب الجامعات والتكبير في الميادين. ويأتي هدف السرد هنا في استحضار الماضي يعرض تعرية الحاضر الذي يجسده عبر عدساته الشعرية. لن أطيل عليكم، يعني كنت متأثرا جدا بقراءاتي ودراساتي لهذا الشاعر، فله مني كل التقدير وشكرا لكم. شكرا لك دكتور نبيل على هذه القراءة العميقة. ليت الوقت كان يتسع لنسمع المزيد والمزيد، فعلا مؤسف. دكتور سمر لو سمحتي، نريد أن نسمع
الورقة النقدية التي كتبتها بدكتور منير فوزي. تفضل دكتور سمر. معنا؟ لا للأسف ليست معنا. ربما معنا قبل لحظات، ربما عندها نعم مع الأسف الشديد. أستاذ حميد أنا لم أسمعك أبدا أي مداخلة اليوم، المنصة ما أدري هل الدكتور خليل الدكتور خليل شكري إذا كان يحب وأكون أنا بعده. نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم مساء الخير. مساء الخير دكتور خليل. مساء الخير دكتور خليل صديقي الجميل. الله يحفظك، شكرا جزيلا. أنا حقيقة أود أن أقدم اعتذاري لأنني لم أستطيع أن ألتحق بكم مع بداية الجلسة، لأنني يعني تفاجأت بضيوف دون سابق موعد حقيقة، فلم أستطيع الدخول مباشرة، وأعتذر مرة ثانية لسبب انشغالي هذا الأسبوع بمشاغل جامعية، لأننا نحضر لمؤتمر دولي في الجامعة، وأيضا انشغالي بنتائج الطلبة وإكمال هذه النتائج خلال هذا الأسبوع، فلم يحالفني الحظ في كتابة ورقة نقدية، مع أن أستاذ حميد العقبي وجه لي دعوة لكتابة ورقة نقدية خاصة بهذه الجلسة. التحقت متأخرا واستمعت، وكنت أسترق السمع حقيقة وأنا جالس مع الضيوف للورقات النقدية، استمعت جزء من ما قاله أستاذ صبري وأيضا ما قاله دكتور عاطف الذي تحدث بنيويا عن بعض النصوص، وما لفت انتباهي قصيدة أو القصيدتان الخاصتان بالجانب التشكيلي. القصيدة الأولى هي فعلا رسم بالكلمات، وهذه القصيدة تناولت القضية الفلسطينية برؤية حداثوية جديدة وبرؤية تشكيلية تنم عن وعي إبداعي من جهة ووعي نقدي من جهة ثانية، وربما عملية استبعاد الناقد أو النقد إذا كان المبدع والأديب يمتلك صفتي النقد وصفة الكتابة الإبداعية، ربما عملية الفصل بين الاثنين تكون عملية صعبة، فيحظر النقد حتى بطريقة غير إرادية عند كتابة النص الإبداعي. أعتقد أن هذا الحضور حصل مع الدكتور بطريقة واعية أو بطريقة عفوية، لكن هذا الحضور كان جاء حقا. يعني في هذه القصيدة، في القصيدة الأولى أجد حضورا للمكونات التشكيلية من الكتلة والفراغ، وأيضا البعد الثالث في اللوحة، وأيضا حضور اللون والخط والوصف والضوء والظل. في القصيدة الأولى هي قصيدة تشكيلية بامتياز، وهي فعلا رسم بالكلمات. اشتغلت في هذه الكتل اشتغالا واعيا ودقيقا، وسأركز على قضية اللون وتمثلات اللون داخل هذه القصيدة، والحضور المميز للون الدم الذي أخذ تشكيلات صورية شعرية متعددة. أما القصيدة الثانية، اللون في القصيدة الثانية اشتغل اشتغالا رمزيا أكثر من اشتغاله بطريقة تشكيلية، ونجد أن اللون تحول إلى ثيمات رمزية
متعددة ومتلونة وكثيرة. هذه مسألة. المسألة الثانية، هناك قضية يقع فيها لبس كبير من قبل الدارسين، حتى قضية المونتاج. ولا شك أن نحن نعلم أن النصوص الآن ما عادت نصوص مستقلة، ولا يمكن لأديب أن يشتغل اشتغالا شعريا بحتا من دون أن يمازج بين هذا في هذا الاشتغال بين الشعري وبين السري وبين السينما وبين التشكيل وما شابه ذلك. أكثر من صديق تطرق إلى موضوع المونتاج، وأريد أن ألفت انتباهكم أن المونتاج، هناك مونتاج شعري وهناك مونتاج سينمي فيلمي ممكن أن يفيد منه الشاعر وحتى السارد في طريقة توظيف المونتاج السينمي. هذا المونتاج السينمي لا يلغي المونتاج الشعري الموجود في النص الشعري. ومع إيضاح مسألة مهمة، هناك فارق بين المونتاج الشعري وبين المونتاج السينمي واستقطاب المونتاج السينمي إلى النص الشعري. في أغلب النصوص المقطعية نجد حضوراً للمونتاج الشعري، وحتى في النصوص السردية ولا سيما في الرواية هناك أيضاً مونتاج سردي. أما المونتاج السينمي فهو مونتاج مختلف تماماً ويشتغل بكيفية مغايرة عن المونتاج السردي والمونتاج الشعري. هذا المونتاج السينمي يحتاج إلى العناصر السينمائية الأخرى إذا صح التعبير. لا يحضر المونتاج السينمائي لوحده، وإنما تجد أن هذا المونتاج يحتاج إلى بعض التقنيات السردية الأخرى، منها طبيعة الوصف وكيفية المزاوجة بين الوصف والسرد داخل النص. وهذه ربما قضية، يعني هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى محاضرة. أكتفي بهذا القدر وأشكركم الشكر الجزيل، وأكرر اعتذاري لأنني لم أتمكن من حضور الجلسة من البداية. شكرا لك دكتور خليل على ما تفضلت به، ويعطيك ألف عافية على انشغالاتك. الجميل في هذه الجلسة النقدية أن كل ناقد تناول شعر منير فوزي من زاوية مختلفة، مع أنه أعتقد ما كان يوجد اتفاق بينهم، وهذا ما أغنى هذه الجلسة النقدية. أستاذ حميد، هل من كلمة تحب أن تقولها قبل أن أنتقل إلى النقاط؟ صوت أستاذ حميد، نعم تفضل. شكرا جزيلا دكتورة دورين على هذه الإدارة الرائعة والجميلة جدا، وبعثت الكثير من الحيوية. يعني شكرا جزيلا لكل الذين تداخلوا، الأساتذة النقاد. يعني بصراحة يعني في شيء يعني جدا يعني تم التركيز عليه، من ضمن الأشياء أو من ضمن الاستنتاجات اللي ممكن نخرج بها في هذه الأمسية، يعني وجود الدرامية ربما الموجودة بشكل يعني غني، وبشكل يعني هي تقريبا نصوص الشاعر منير فوزي لا ينقص إلا دراماتورج يحاول أن يعمل هذه التوليفة. يعني كنت أنا من ضمن القصائد اللي مثلا أقرأها، يعني آخر قصيدة مرارة، يعني نجد دائما هذا، وفي كل القصائد التي أشار إليها الدكتور عاطف أشار إلى قصيدة جسد، وأشار إلى أيضا إلى قصيدة أخرى، كذلك الدكتور سعد، وكذلك أنت دكتورة دورين، وكذلك كل الأصدقاء تقريبا متفقين أن وجود نوع من الدرامية، وجود نوع من المشهدية، وحتى نوع من المونتاج. يعني حتى يعني بالنسبة للمونتاج السينمائي،
يعني احنا نعلم ان المونتاج السينمائي في عدد من الانواع، في مونتاج متوازي، في مونتاج يعني غير واقعي، في مونتاج هذا اللي فيه نوع من الفوغمونتاسيون، نوع من التجزئه، نوع من التشتيت، نوع من يعني حتى الجسد، حتى المكان، هذا المكان لا يرسمه يعني بالشكل التقليدي. يعني في احيانا نجد احنا في بعض الافلام الروائيه او في يعني في نوع من يعني لقطه عامه وبعدين لقطه متوسطه وبعدين لقطه قريبه او عدد من اللقطات في هذا، لكن في نوع اخر اللي هو يعني نحاول في نوع يعني فيه من التقريب. نجد هذه العناصر تقريبا العناصر الفنيه الدراميه، العناصر المسرحيه اللي اكثر اللي شدت انتباهي ايضا موجوده لدى شاعرنا منير قوزي. ونقول استاذ منير، دكتور منير، بدنا هيك مسرحيه، يعني مسرحيه خالصه تقريبا، يعني لا يعني تمتلك كل الامكانيات الابداعيه والامكانيات التصويريه. يعني وانا اقرا الشيء الرائع جدا هو هذا الجدل الموجود ما بين الداخل والخارج. يعني الشاعر الفنان هذا اعتبر نفسي في احيان كان اذا كنت انا ممثل او اذا كنت انا مثلا دراماتورج احاول ان ارسم هذا المكان، لا اجد كثير من الصعوبه، لا توجد كثير من الصعوبة، توجد هناك الكثير من الإشارات، توجد الكثير من العلامات الموجودة المهمة التي تساعد كذلك هذه الحركة، الحوار، الزمان والمكان في كل هذه الأشياء. وأيضا هذه الانتقالات ما بين الشاعر الذي يرى العالم والشاعر الذي يرى ذاته، يرى حبيبته. وكما أشير في أكثر يعني خاصة الدكتور سعد يعني ما قاله كان رائعا جدا، المرأة تارة المرأة هي الأرض، تارة المرأة هي الحبيبة، تارة هي المرأة أيضا يعني في نوع من النوستالجيا، في نوع من الشوق، في نوع من الحنين. الدكتور أيضا منير فوزي جرب الغربة رغم أنها هي ليست غربة يعني ما بين الدول العربية، ولكن أيضا أحيانا حتى الواحد عندما يسافر من قريته أو مدينته إلى العاصمة أو إلى مدينة أخرى يعتبر نفسه مغتربا. ففي نوع أيضا هذا من أشياء كثيرة جدا رائعة جدا في هذه الليلة الممتعة. شكرا دكتورة دورين، وشكرا كل النقاد، شكرا أستاذ العزيز الدكتور منير، والذي أمتعنا بالكثير من الجلسات النقدية كناقد، والذي أخذ كما أشار الدكتور نبيل مختار الدكتور منير من حسناته أيضا في هذا المنتدى، يعني أسماء كثيرة جدا أخذ بها وأصبحت يعني لها حضور، يعني كان حضورها الأول عبر هذا المنبر منتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. فشكرا على كل ما تقدمه لنا. شكرا لك أستاذ حميد على ما قدمته. أنا أحاول فقط حتى لا أطيل أن أعطي بعض الومضات. يعني ما لفتني أيضا هذه الوحدة القاتلة التي تعاني منها، كنت أفر إلى الباب وأسمع وقع الخطى وأهيئ هذا الجنون، ولكنني لم أجد غير هذا الكون يحملق في يدفعني. وأنت أيضا قلق وأنت تكتب، وهذا الأمر كان واضحا من خلال معظم الكتابات. أعود إلى النقاد الأفاضل في الجولة الثانية، ولكن قبل ذلك لا أعرف إن كان لدى دكتور دوريا فرحات ما تقوله، ثم أنتقل إلى دكتور عاطف. تفضل. تحياتي فقط، يعني أنا أعتذر ربما يعني دخلت متأخرة جدا، فيصادف هذه الفترة أنه عندي محاضرات إضافية في الجامعة، وأنتم تبدأون مبكرا، كما يبدو أنها أمسية ماتعة، فإن شاء الله أتابع معكم ويعني أتابعها لاحقا بالتسجيل. شكرا وشكرا لجهودكم. يعطيك العافية. يعطيك العافية. تفضل دكتور عاطف. أنا هو؟ بمعنى؟ نعم. يعني انت رجعت بالعكس هيك، نعم صبري وانتهيت بي ثم بدات تماما. نعم. انا كنت اريد يعني ان اتحدث عن هي هذه قصيده ليس كمثلها امراه.
يعني هذه القصيدة من القصائد التي يعني هي يمكن أنا يعني أسميها أيقونة القصائد لما تنطوي عليه يعني من بنية يعني عجيبة التكوين. هذه المرأة يعني كيف تحولت إلى كون، وهذا الجسد كيف تحول إلى كون، وسأربط هذا الأمر أيضا. قد أشار يعني أشار إلى هذا الأمر وكنت أتمنى أن لا يشير إليه. سأربط يعني بنيويا بين هذا النص وبين فكرين، الفكر الصوفي وفكر نشيد الإنشاد. نعم بين الفكرين يعني سأتحدث كلاهما صوفي. نعم كلاهما صوفي. نعم كلاهما صوفي. يعني علاقة الذات بالمرأة أو بالكون أو بالأشياء وكيف تختزل إلى امرأة، وأنت ذكرتها يعني صراحة هي مرتبطة في يعني صوفيا مرتبطة بمقولة ابن عربي. ابن عربي يقول المكان إذا لم يؤنث لا يعول. المكان إذا لم يؤنث لا يعول. هنا سأقول شيء يعني على مستوى البنية. لاحظ كيف الحس القصصي، ولها الآن أن تبتدي بالشجار فإني أحب ملامحها حين تغضب. لو قارنا يعني بين نشيد الإنشاد بنيويا وبين هذا النص سنجد الأمور معكوسة بعض الشيء. يعني في نشيد الإنشاد الإصحاح الأول يمكن والثاني والثالث أخي منير كان الحديث بالعكس، كان ضمير الغائب هو الرجل وهي التي تتحدث عنه، بينما هنا بنيويا الغائب هي المرأة. يعني استخدام ضمير الغيبة هذا له دلالة، المرأة هنا غائبة. لكن لاحظ هذه التحولات ضمن هنا كيف يعني انصهار يعني تداخل العاشق بالمعشوق. هو نشيد الإنشاد محاورة بالاثنين يعني واحد واحد. في الإصحاح الرابع في الإصحاح الرابع بدأ يحضر ضمير المخاطب، بينما عندك أنت أجريت تحولات يعني وجملة من الانزياحات واختلاف المضمون. طيب لو نقرأ لو سمحت بعض الأبيات فقط لنتمكن من المتابعة. هو هي النص موجود المفروض مع الناس يعني. فأني قصيدة طويلة. هي طويلة طويلة جدا لكن سأقف عند بعض المقطع قيد التحليل. نعم سأضع يعني أعطيني دقيقتين دكتورة دورين سأضع الفكرة الرئيسية بنيويا. نعم في هذا النص في نشيد الإنشاد المرأة تخاطب النساء، تخاطب البنات. هنا منير يخاطب العشاق، يخاطب العشاق. لاحظ هذا الانحراف. هي تتحدث عنه بضمير الغائب في نشيد الإنشاد. يعني من يسمعني يرجع إلى نشيد الإنشاد. صحيح. نعم. في نشيد الإنشاد هي تتحدث عنه بضمير الغائب. يعني هناك الرجل غائب ولهذا دلالة. عند منير شاعر منير محفظ الألقاب طبعاً أخي منير. هنا عند منير الغائب هي. لكن لاحظي كيف يوظف في نشيد الإنشاد لم يترك شيئا من الطبيعة سواء في فلسطين أو في لبنان إلا ووظفت. وهنا يعني لابد أن أربط هذا الأمر، وأنا الآن يعني أقرأ في شيء على مستوى النقد الإيكولوجي يعني البي كيف توظيف هذه العناصر الطبيعية وأعطاها أبعاد رمزية، هذا بحث آخر. لكن لاحظي يقول فإني أحب ملامحها حين تغضب لألف خاطرة عندها، وأعتقد هي على المتدارك صح فاعلا. ولها وردة قادمة من زمان تعشقت أن أنتمي لهواجسها، لاحظ الهاء، وأمد يدي إلى تينها. طبعا هناك ستجينا الرمان والعرعر في نشيد الإنشاد. صحيح. وأذوق السعادة من أين يولد هذا الربيع الإلهي، لاحظ يعني اختزل كل شيء، وكيف يصير امرأة. في هذا المقطع إذن يتحول هذا الربيع إلى امرأة. لاحظي هذه بنية التحولات
عند منير وبنية الانزياح عن لاحظي في مقطع آخر ماذا يقول؟ فأدعو الفراشات أجمعها كي تراني، ولاحظ اللعب على الضمير تراني، هل الفراشات أو المرأة يعني أيضا. وأدعو العصافير أن تنتمي للسماء وللبحر أن ينتمي لتعطشها، وألم السحب من شظايا توهجها. لاحظي هنا يجعلها مركز الكون، وهذه أيضا تتفق مع فكرة ابن عربي كيف أن المرأة في الشعر الصوفي هي المركز وهي الوصول إلى الإله. ولاحظ حينما يقول لهم، يخاطبهم، لكم أيها العاشقون، عنده تداخل ضمائر عجيب جدا، وعنده وأنا لي نبيذي يشاطرني وحدتي واختياري، ويدخلني حين أصفو إلى وردة في الفراغ البعيد. هيا فلسفة الحلول، لاحظي فلسفة الحلول والاتحاد. نعم. لاحظي فلسفة الحلول حين يحل العاشق بالمعشوقة، حين يحل العاشق بالكون. لاحظي أيضا التوحد، الإحلال، لي في توحشها فلة تلتهب ولها الآن أن تنتهي للسكينة، كل دمي مفعم بتزاجتها، كيف ينسج هذا الحنين خلاياي في أي. لاحظي هذا الحلول، لاحظي هذا الاتحاد. إذن ما أردت أن أقوله أن هذا الرجل شاعر، يعني يستند إلى قاعدة ثقافية رهيبة جدا، يعني ما بين صوفية حينما يحل العاشق بالمعشوق ونتتوحد، تتوحد رؤيته، تتوحد رؤيته للكون، وتتوحد رؤيته أيضا، وتتوحد رؤيته الشعرية الساعية إلى التغيير. في نشيد الإنشاد، في نشيد الإنشاد يقولون كما في الشعر الصوفي أن هذا الشعر الصوفي حينما استخدم المرأة أو حالة العشق كما عند ابن الفارض أو ابن عربي أو أي شاعر صوفي، يستخدم المرأة للحلول بالإله. في نشيد الإنشاد أيضا، في نشيد الإنشاد يجسدون العلاقة بين الرب، بين الإله، يعني بين الإله وبين الرعية أو بني إسرائيل، أو وهي من العهد القديم، ما أعتقد أنها مرتبطة. نعم. نشيد الإنشاد بالنبي سليمان بالعهد القديم أو في زمنه. وهنا يريد اشتر أدبوزي. نعم. اشتر. نعم. يريد المنير فوزي هنا أن يجسد علاقته بالوطن، بالأرض. لذلك هو دائما، لاحظي في الصوفية في المسلك والسفر لا تكاد يختخلو، يعني نص له إلا وفيه سفر وهجرة ورحلة، يختار هذا المسلك ليرحل. ولذلك قلت بدأت عليه النزعة التشاؤمية. ما أردت أن أقوله أن هذا الأمر يؤكد لي أن أي نص هو حالة أركولوجية، يعني يحتاج إلى حفر حقيقة، وأيضا حالة أيكولوجية في توظيف الطبيعة وفي توظيف البيئة وجعلها جزء من الرؤية، ثم خلق أسطورته. هنا في انزياحه خلق، يعني خلق أسطورته، ومع ذلك دائما ينتهي منير فوزي إلى انفصال عن الوطن وغربة حتى وهو داخل الوطن، أو الذات الشاعرة. في انسلاخ. الذات الشاعرة هي دائما تسعى إلى نكء الجرح، وتسعى إلى نقد الوطن بطريقة استعارية مجازية. هو يصنع رمزه، وانزاح بنيويا على نشيد الإنشاد. نشيد الإنشاد يمكن في الإصحاح الرابع أخي منير يتحول الخطاب، يتحول الضمير إلى ضمير المخاطب. صحيح. وهذا أمر ليس مقامه هنا الحقيقة، يعني هذا النص يحتاج إلى قراءة. هو من أعمق النصوص، من أعمق النصوص اللي فيها تناص خفي، يعني أنا أسميه تناص أسطوري صوفي ديني. وأنا سعيد جدا.
هذا ما أردت أن أشير. هذا تحليل رائع، تحليل رائع فعلا. دكتور منير تريد أن تقول شيئا؟ ماذا أقول بعد كل ما قاله؟ يعني تحليل عميق، تحليل عميق جدا جدا، وبقراءة واعية واتسع، أفق متسع. أنا ينفع أقرأ قصيدة ولا تخلص؟ نعم يلا تفضل. طيب. قصيدة تفضل. قصيدة جدا. الإبرة أوشك أن يلج الشاعر سمى الإبرة، ضاقت جملته حتى وسعت سبع سماوات، وفضاء ممتدا من نسخ الكون إلى أغصان السدرة، غاص إلى أعمق أعماق الفكرة، فانتشلته قبرة تتلظى في حقل الصمت المطبق، واستغوته القدرة، حلق في ملكوت الكلمة، رق فدق فصار فضاء مندهما وغيوما عكرة، انبشست في سطح الورقة فافتضحت، واستسلم لغرام وربيع مؤتلق وبروج مزدهرة، فانفلت من الكون الموبوء وعاد إلى سم الإبرة. شكرا. جميل 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 جدا. دكتور سعد، الصوت. شكرا لك دكتورة دورين. ماذا نقول؟ وكل نص من هذه النصوص يحتاج لوقفة، مثل ما قال أخي الدكتور عاطف. يعني أنت ذكرتي نص يختزل تجربة الشاعر منير، والآن أعطانا نص أيضا يمكن أن يختزل تجربة، يتحدث عن سيرورة القصيدة، يمكن أن نسميه الميتا شعر، أيضا قصيدة كتابة. قصيدة كتابة أيضا دكتور سعد، عيد المصطلح دكتور سعد، الميتا إيش؟ ما سمعتهوش. ميتا شعر اشتغال، يعني الوعي، وعي الشاعر بعملية صناعة الشعر أو صناعة القصيدة. نعم. يعني في هذا النص دورة حياة كاملة. يعني عندما يقول حين نستأنس الموتى، ينهي القصيدة ليستأنس الموت واللغة الناشئة، لكن بينها منير يقدم لنا، يختزل لنا تجربته، كيف شلون نقول، يأتيه الإلهام بالقصيدة، كيف يعيش أجواء القصيدة. لا يقول كيف، ويبدأ بالسؤال، وهذا سؤال القلق. يعني قصائد كثيرة، يعني نقول صراحة الوقت لا يكفي. في حصار يقول في يعني تأكيد لكلامك، القلق هذا اللي هو لا للسماء ولا للأرض، يقول في قصيدة حصار على ما أذكر، أقول أحاصر فأنا المحاصر والمحاصرة والنبوءة والتردي، محاصر ومحاصر. لاحظ هنا كيف دخلت إليها وكيف احتوتني، ربما هاجس فوضوي أطل برأسي، فنحيته جانبا وقصدت الكتابة، كان الفراغ عظيما، وثم سماء تلوح وأفق تلوى، وفاضلت بين الغواية واللغة العابئة. لاحظ هنا هذا التردد وهذه الجدلية، يعني في كل النصوص منير فوزي يقدم رجلا إلى الفكرة ويؤخر أخرى. هذا القلق هو الذي يخلق التجارب الشعرية الكبيرة. أيضا أريد أن أسجل، يعني حتى لا أطيل، يعني منير فوزي ذكرنا بالسياب،
يعني تتناثر المفردات البسيطة فتصبح رموزاً، يعني يحتاج معجم كبير حتى نحصي ما هي المفردات التي ضخ فيها بعداً دلالياً وشحنة عاطفية حتى أصبحت رمزاً. كيف أن السياب جعل من الزهر من الماء معجم كبير، أيضاً الآن كثير من المفردات التي نطالعها في قصائد منير فوزي هي ضخ فيها هذا البعد العاطفي والبعد الفني حتى تصبح رمزاً شعرياً. صراحةً كثير ما يمكن أن نقال عنه، يعني هذه القصيدة يحتاج لها، هل على مستوى الصورة وهو أستاذ البلاغة وقد يعني نحت صوره الشعرية، هل على مستوى الانزياح والوعي باشتغالات اللغة؟ شكرا. كان واعي، واعي يا أخي سعد، واعي أبدا، بكتب بمهنية عالية، بمهنية بمهنية نعم. عالية. أنا قلت أنه الفكرة من اللاوعي، لكن الوعي شذب هذه الفكرة وقدم لنا نص ببعد نعم. معرفي. القصيدة قصيدة منير فوزي ذات بعد معرفي بالإضافة للبعد الأيكولوجي. دكتور عاطف، والدليل على هذا الوعي يعني كيف وسع القصيدة طباعيا، هو يعني صارت القصيدة خيار عنده وهو قرر أن يتصرف بها. شكرا لك دكتور سعد. ونجح في المطولات مثل ما نجح في القصائد القصار. فعلا فعلا. أستاذ صبري، لا أعرف إن كان هناك ما تريد أن تقوله، تفضل. نعم، عندي ما أريد أن أقوله، سأوجز كلامي بشكل مختصر. بداية أشكرك على حسن الإدارة، وأشكر ردود الشاعر منير على كل التعقيبات، وأشكر كل النقاد والناقدات. أنا لدي باختزال شديد حديث حول نشيد الأنشاد، سفر الرؤية، المزامير والفلسفة بشكل نشيد. عام نشيد الأنشاد، فتح الهمزة، نعم نشيد الأنشاد وسفر الرؤيا والمزامير. هذه الأسفار أو هذه الإصحاحات هي قصائد شعرية بامتياز. وأنا أبيح لنفسي وللأستاذ منير ولكل مبدع في العالم أن يستوحي من هذه الفضاءات ما يشاء بطريقته الخاصة، بغض النظر عن ربطها بنشيد الأنشاد بأي صيغة من الصيغ. بمعنى أن الثقافة الكونية، الدينية، الروحية، الإنسانية، الفلسفية هي فضاء مفتوح للمبدع أن يصيغ فضاءه كما يشاء. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، لماذا الشعر يتميز بهذا الجموح التجلياتي عندما يكتب الشعر شعرا؟ الجواب لأن الشعر متميز عن الكتابات جملة وتفصيلا، وهو يصب في الفضاء الروحي وفي الفضاء التجلياتي وفي فضاء التأملات التي أشبه ما تكون رؤية دينية إنسانية روحية أبداعية خلاقة. هذا ثانيا. لفت انتباهي بعض الزملاء أشار إلى أن هناك قلق وهناك نوع من الغربة والاغتراب عند الشعر. أنا أرى أن كل شاعر على وجه الدنيا عندما يكون خلاقا يجب، هاي كلمة يجب حط خط تحت، أن يكون قلقا، لأن قلقه ناجم عن كونه طبيعي لما يراه في الواقع، لأنه لو يكون طبيعيا أصلا لما كتب نصه الشعري أولا. ثانيا، موضوع الغربة. أنا عندما كنت أعيش في مسقط رأسي كنت أشعر بالغربة والاغتراب. صدقوني الآن أنا أعيش 31 سنة في السويد لا أشعر بأي غربة، مع أنه أنا في قمة اغترابي. أنا الغربة هي الشعور كيف تتوازن مع البيئة التي تحيط بك. أنتقل إلى موضوع توظيف السرد في شعر منير فوزي كما قال الدكتور نبيل المختار والجانب المسرح الدرامي. سبق وناقشنا تعالقات النص الشعري مع القصة، أو تعالقات القصة مع النص الشعري، وأنا من المنحازين إلى ضخ الشعر في كل الأجناس الأدبية.
عندما أكتب رواية تجدوني رحيق الشعر، عندما أكتب القصة تجدوني رحيق الشعر، وهكذا أنا أؤيد أيضا الشعر أن يستمد عبر بنائه النصي رحيق السرد، لأن السرد هو شعر والشعر هو سرد وكتابة هو إبداع. بقي أن أقول إلى نقطة أخيرة، أن الشاعر العزيز الصديق المبدع منير فوزي هو صاحب رؤية موسوعية، هو صاحب رؤية موسوعية، ثقافته موسوعية، استفاد من النقد، استفاد من الثقافات العريضة، من الأديان، من ثقافات الشعراء الآخرين. وهناك من بين قوسين شعرت وكأنه أشار أنه يتكئ أو يستنبط أو يستوحي من بقية الشعراء، هو يطلع على الشعراء ويكتب نصه من خلال تجربته فقط. وأنا من استوحى من كتاب جومانا حداد عودة ليليت، وعندما أرسلت نصي إليها قالت أنك لم تستوحي منه جملة واحدة، وإنما أخذت الشرارة الأولى واستوحيت نصك من عالمك الشخصي. فعندما أستوحي نصي من نص منير فوزي، هذا لا يعني أنني أتكو على شعري، أنا ممكن أستوحي إشراقة معينة من عالمي وأصيغها على إيقاعي الإبداعي. شكرا. شكرا لك أستاذ صبري، شكرا على ما تفضلت به. دكتور منير، هل تحب أن تجيبه؟ مش عارف، أشكركم جميعا على هذه الليلة الضافية التي أسعدتموني فيها جدا، وأشكر حضرتك بصفة خاصة وكل على حسن إدارتك للندوة وعلى إعطائك مسافات متساوية للجميع، الكل على قدم المساواة، وكلهم الحقيقة كان كل إضافة لي، يعني أشهد أنني لم أستمتع بندوة منذ زمن بعيد مثلما استمتعت بهذه الندوة، ومن خاصة أنها تصدر عن محبين حقيقيين للفن وللإبداع وللنقد مخلصين له. حقيقة الآراء التي وصلتني أسعدتني كثيرا اليوم، أشعرتني أنني يعني من حق ده أنا أبقى على الحياة، يعني كلماتكم تحييني، يعني تجعلني قادرا على أن أستمر في الحياة. شكرا لكم جميعا على هذه الإضافات الكثيرة جدا التي أضفتموها إلي، كل التحية والتقدير لكم وحضرتك الأخص، يعني شكرا تريني. هو الإبداع يحض على الإبداع، لأن المادة دسمة، وهذا ما دفع معظم النقاد أن يتوغلوا في شعرك. أترك الكلام الآن للدكتور حمد حجي ثم دكتور نبيل باختصار لو سمحتوا، يلا تفضل. أنا أريد أن أقول هنالك نوع من القصيدة، خاصة القصيدتين الأخيرتين، ألم تلاحظوا معي أن هنالك تركيزاً على متعة العين ومتعة الأذن على حد سواء؟ أو لنقل التي تجمع بين قصيدة لاحظنا فيها تجمع بين البعد الزمني والبعد المكاني، وهي تتأرجح بين الإنشاد والكتابة المجسمة. أيضا لاحظناها كتابيا أنه يتم فيها التشديد على ثنائية البياض والسواد، وهي قصيدة. أي قصيدة تقصد؟ نعم، قصيدتين الأخيرتين اللتين قرأهما، يعني هنالك قصيدة أن واحد. نحن هنا في المغرب العربي أوجدنا أو أعطينا لهذا النوع من القصيد سميت بالقصيدة الكونكريتية، ونقصد بها هي تلك ذلك النموذج للقصيدة المشهدية التي تتعدد أبعادها، يعني في البعد التجسيمي، يعني يطلق عليها القصيدة يعني ليست بالشكل الكاليغرافي فقط يعني الكتابي، وإنما أيضا تجمع بين هذين الجنسين. ووجدت هذه القصائد، صحيح أن هذا النوع كان له وجود في الكتابة خاصة الأندلس، وما يعني في وخاصة من علماء الكتابة، نذكر على سبيل المثال مقالة ابن مقلة في رسائله، أو إخوان الصفاء الذين فلسفوا الحرف
وصوفوا الأشكال البصرية في كثير من رسائلهم، أو على ما ذكر قبل قليل دكتور عاطف ما في ابن عربي في الكتابات، وصولي في كتابه أدب الكاتب. إذن لاحظنا أنه في الحقيقة أن هنالك اهتماما بكيفية أو في تقعيد الإملاء والكتابة في القصيدة. ربما هذا نوع جديد يعني على شاكلة الأبيات في أو الأشكال الأيقونية كالقلب في تقديم بعض القصائد العربية في صورة مربع مثلا، أو التفصيلية وضع الأبيات وفق نظام يسمح بفصلها، أو ما عبر عنه قدماؤنا بالتختيم وهو تشابك الأبيات والأشطر في شكل خاتم أو التثمين. إذن لاحظت أنه الأستاذ منير أنت كنت غائب، كنت أريد أن أبين نوعا من الكتابة نطلق عليه نحن هنا في النقد يعني عند بنيس وعند المغاربة ما سميناه بالقصيدة الكونكتيرية، وقلت أن هذا النوع من القصيد هو القصيد الذي يحتفي أو لنقل بالأشكال البصرية، يعني تلك القصيدة التي تجمع الوظيفة اللسانية والوظيفة التشكيلية والوظيفة الأيقونية، بمعنى أنها تنبني على التنوع السينيائي للخط، تبئير علامات الترقيم، وأيضا تهجين العلامات الإعرابية وتنويع الأشكال البصرية وتشغيل الألوان. وهذه القصيدة تتطلب قارئا مؤهلا يمتلك إمكانيات القراءة اللسانية والبصرية، بحيث أنها تجمع هذه القصيدة بين الجانب الكاليغرافي والجانب كما كانت لوحة لسانية مشهدية مجسمة، وتتكئ على التبئير. يا جورج بدها تنام البنت. نعم لم أسمعك. الكلام مو موجه لك استاذ، عفوا. قلت ان يعني هذه القصيدة تتكئ على التبئير والتشديد والتشظي يعني التشظي الجرافيكي والنبر البصري، وهي توظف احنا عندنا في المغرب توظف الخطوط المغربية خاصة التي تكتب باليد، يعني تجمع بين الخط اليدوي والخط المطبعي والخط الكاليغرافي. صحيح اننا لم نجد، لانك كتبت النصوص او جاءتنا النصوص مكتوبة بالكتابة او مرقونة رقنا، ولكن قلت ان هذه الكتابة أو القصيدتين الأخيرتين بدت لي فيها هذا الجانب التقعيدي أو الكتابة على المحكومة بخلفيات ثقافية ومعتقدية، يعني قلت كما تشبه ما عبر عنه القدماء من ما سموه بالتفصيل، يعني وضع الأبيات وفق نظام يسمح بفصل أجزاء منها، أو التختيم يعني أن تتشابك فيها الأبيات والأسطر في شكل خاتم، أو التثمين كما عند يعني كثيرين من الرندي مثلا، كما عند الرندي في الوافي في علوم القوافي حينما ذكر، أو أيضا ابن رشيق القيرواني في كتاب. إذن لخص ما أقول، أنا رأيت في هذه خاصة القصيدتين الأخيرتين أن هنالك رؤية جديدة لانطباع السواد والبياض داخل القصيد، مما يعطي تواشجا بين أو تجمع في بوتقة فنية واحدة بين الأناء الشاعر والخطاط الآخر، كما نرى في مثلا في الأداء في الرواية، يعني الراوي الراوي العليم، ويعني كما هكذا رأيت هذا النص، يعني أن تتحول القصيدة الكاليغرافية إلى لوحة لسانية مشهدية مجسمة، يعني تقريبا هذا ما قصدت، وشكرا لكم على الاهتمام. عفوا دكتورة دورين، فقط للتوضيح،
القصيدة الكونكريتية هذه قصيدة ظهرت في خمسينيات القرن الماضي في أوروبا. أول من كتبها عربيا فاضل العزاوي الشاعر من جماعة كركوك. الآن هناك يعني ظهور عودة في المغرب ينظر لها دكتور جميل الحميداوي. فقط هذا للتوضيح. نعم، أول من كتب أول من كتب فاضل العزاوي. نعم، قالوا بأنها تتماهى بالأشكال الهندسية. نعم. كامينجز عمل ذا إيه كامينجز كان بيعمل قصيدة على شكل بوتل يعني زجاجة بالحروف يعني. نعم. والعرب والعرب القدامى والعرب القدامى في الأندلس كتبوا القصيدة على شكل امرأة وشجرة، بس كان شكل تاني. ذاك التشجير العفو دكتور منير، ذاك التشجير يعني مصطلح معروف عند العرب في الشعر. صحيح. لكن صحيح. في أوروبا ظهرت في خمسينيات القرن الماضي، وأول من كتبها عربيا فاضل العزاوي الشاعر والروائي من جماعة كركوك، ويعني الآن ظاهرة في المغرب. صحيح. جميل. ظاهرة للتنظيم. جميل. فقط وآسف للمداخلة، فقط ده جميل، استفدنا يعني جميل. يعني شلون نقول للحقوق، التأكيد الحقوق يعني. أكيد عشان العراق، عشان العراق يعني. أنا أريد أن أعتذر على الصوت الذي صدر، بس الأولاد عم يعلقوا ببعضهم يعني، وكان المايك مفتوح. طبيعية طبيعية، لأن إحنا الآن الحياة أسفة للغاية يعني. لا، خلينا نتقبلها في قادم الأيام في الافتراضية، لأن عادت الحياة الطبيعية لأجوانا شوية، خفت القيود، فيعني توقعوا يعني من كلنا هذا الأمر. تماماً، ابني الكبير حاطط الصغير بالارض وعم بيدعوس فيه. ما من حقه ابدا، لازم نشتكي عليه وعلى هيئه الامم. هذه كل البيوت العربيه هيك يعني، الظاهره ليست غريبه علينا، وما في عن الاعتذار. يا ولد اقعد يا ولد. الاحلى بيقول له خلي امك تدافع عنك، عرفني مشغولي. اصلا هو استغل فرصتك، او الا مو مشغول ما حجبني. يا ولد يا ولد، انضب جوا يا ولد، روحنا. خلاص كلمتي ما تنزلش الارض يا ابدا. يعني انا عازل حالي بالطابق الثاني، ما بس ارجع احكي معهم الله السطوه للمدام يعني. حلوة يعني، بدنا نستاذن يعني منهم. ها صبري، ألف جبال ولا يقولوا الله يرحمه. والله مزبوط. دكتورة معكي كمان. نبيل نتارناك كتير. نعم نعم، نتارناك كتير، ونحن منعتذر منه، وهو محضر يعني يمكن أطروحة الدكتوراه مثل ما عرفنا كانت. نعم. عن دكتور منير. تفضل دكتور نبيل، ولو سمحت باختصار تفضل. دكتور نبيل معنا. أسمع حضرتك بوضوح. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة الحضور. أنا بس أردت أن أنا أختم الكلام عن الشاعر دكتور منير، وأطرح بس على الأساتذة الأفاضل الموجودين الأطروحة الدكتوراه اللي تم إنجازها وعملها في شعر الدكتور منير فوزي. أنا عايز أوضح أن هذه الأطروحة قد يعني ركزت تركيزا كبيرا على الجانب السردي عند الدكتور منير كشاعر. يمكن أنا لقيت أن كل الوظائف السردية والتقنيات السردية، كذلك الجوانب التبئيرية، متوفرة عند الدكتور منير فوزي، وده يعني بعد دراسة وتمحيص وفحص دقيق يعني وأيام طويلة في قراءاته وفي أشعاره، أوضحت أن الجانب الإبداعي توافق مع الجانب الأكاديمي، فنتج عنه هذه الثمرة، ثمرة دواوينه الممتعة. كنت كلما أقرأ في قصيدة أحس أنني أتعامل مع فيلسوفا عميقا شاعرا مبدعا، كلماته ذات مغزى، ذات مفهوم، أشعر في ذاته الاغتراب كما أوضح أساتذتنا الكرام المتواجدين معنا، كذلك المونتاج وتقنية المونتاج التي يعني ظهرت في شعره. وكنت سعيد الحظ أنني قدمت قصيدة يعني دراسة نقدية لهذه القصيدة عن تقنية المونتاج
لدى الشاعر الدكتور منير فوزي. أذكرها لكم، قصيدة بعنوان نزف. يقول فيها: هو الآن متجه صوب ما اختزل العمر، ينفض أحزانه ويفتش في اللحظات القصيرة عن عشقه، ويغرد مثل العصافير إذ يتذكر ريحانة ويمامة، يعض نواجذه ويحملق في جفوة الوقت، يشرد في صمته لحظة ويعاود أحزانه، تتملكه رغبة القيء لو يستطيع البكاء طويلا، ولكنه العجز، يسقط في شجن فوضوي وينسى الكلام. وظف هنا تقنية المونتاج بطريقة تتناسب مع أحداث السرد في هذه القصيدة. ظهرت هذه التقنية في بداية العنوان قصيدة نزف. لا حتى لا أطيل عليكم، لكن آخر شيء سأتحدث عنه هو الاقتراب النفسي وشعوره بوطنه العربي وبدولته مصر، وهو دائما يكتب يشعرنا بالاقتراب. يقول في قصيدة نجمة داوود: كما تحدث الأساتذة ونقادنا وأدباؤنا عن ثقافته الدينية وعن اطلاعه الواسع، تحدث في هذه القصيدة يقول: يحدثني القلب أن سنين التغرب طالت. فبدأ الكلام بالتغرب والاغتراب، وأن غصون التوحد بارت، وأن زمان الفتوحات قد صار وشما، إذ لا أساس له يأتي ويختفي ويزول، على لافتات الميادين أجذوبة في كتاب المدارس، مسخا بخارطة الحزن، أسطورة لاختلاط الزمن، وأن ثمار البساتين صارت بأيدي اليهود، وصارت بأيدي اليهود مفاتيح مكة، والنفط أنظمة العرب، والقدس والفقهاء، وكل متاريس هذه المدن، يحدثن القلب أن الدم العربي أسن، وأن التوحد قد صار أبعد نسمة الصين، غرناطة من حدود الفتوحات أقرب من وهج الشمس، من أن يحل بهذا العفن، يحدثن القلب أن ليس لي كل هذا الحزن، وتوغل في المواجع حتى أكاد أظن حدود اليهود من النيل إلى الفرات، من القدس حتى جبال اليمن. طبعا أنا يعني آسف على الإطالة، ولكن يعني شعره يعني جذبني وسحرني، فكنت أعيش معه وأشعر بلحظات اغترابه. شكرا لكم جزيلا، وشكرا لشاعري وأستاذي ومربي، وأشرف أنني كنت طالبه في الكلية، في كلية دار العلوم في الدراسات الأولى، وأشرف أيضا أنني كنت أحد طلابه في الدراسات العليا، وأشرف أيضا أنني كنت سعيد الحظ بأنني قدمت أطروحة الدكتوراه في شعر الدكتور منير فوزي. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم. الشكر لك، والجميل هو وفاء الطالب لأستاذه، وهذا الأمر بات نادرا في هذه الأيام. يعني هلأ بيطلعوا فينا وبيهربوا، نحن كنا إذا شفنا أستاذنا نحط راسنا بالأرض، هني يعني بس يشوفونا بيهربوا. ففي الواقع نعم، كانت جلسة ماتعة وجلسة رائعة بوجودكم وبهذا الكلام الرائع الذي تفضلتم به. وأنا أريد أن أشكركم فردا لأنكم أغميتم هذه الندوة بهذه الأفكار، وطرحتم الكثير من المواضيع الجديرة بالنقاش بجلسات نقدية لاحقة. الشاعر منير فوزي، سأترك الكلام لك الآن لتختمه كما تريد، إما بقصيدة وإما بكلمة، المنصة لك، تفضل. راح اختمه بقصيدة، لأن مش قادر أقول الكلام أكتر، يعني ما قلت أضأتم لي سبل كثيرا عن فضاءات كثيرة جدا، جزاكم الله على خير. قصيدة بعنوان اللانهائي، والمناسبة دي قصيدة بتعتمد على صوت يعني زي كوبلي والسرد بعد كده. كان عشان لها دكتور عاطف في البداية بيقول الشكل بشكل غريب شوية، لون الطباعة بيبقى غامق وفاتح يعني. أمل يمكن أول واحد انتبه لمثل هذا النوع كتب قصيدة اسمها أيلول، كانت عبارة عن صوت راوي وعن صوت جوكة وبيتداخلوا بعد كده.
اللانهائي. ليس الهوى ما أبتغيه، فليس لي وطن لأهجره ولا عمر فأفنيه. يضم يديه يعلن للملالة أنه وحيد، ويكسر قبضة الريح التي صارت أصابع من دم العشاق. يهجر وجهه ودموعه الأولى ويفضي للخليف نداءه. يتفجر البركان في قبح المكان قذيفة ترتد فوق يديه. يصبح ما تبقى من ملامح وجهه العين والموت الذي لا يرتضيه. وليس لي وطن لأهجره ولا عمر فأفنيه. يواري بالنبوءة صمته القاسي، يحدق في بقايا الحلم، ينسج من شظية صمته بيتا وقبرة وعشقا يحتويه. وليس لي وطن لأهجره ولا عمر فأفنيه. المساءة الصباحات، الصباحات المساءات، المدى لتهافت الأشياء والذكرى للون البحر، والألق المحبب للمغيب ولا يروم أبوة تحيي أمانيه. ولا لا ليس لي وطن لأهجره ولا عمر فأفنيه. يراوده المدى عن صمته، يرتد للعصيان، يعلن أنه وحيد، وأن الأرض ليست ترتضيه، وأن ما صارت اتكاءته مرايا العمر. كيف يعيد ثورة هذه الحقب التي تمتد بالموت المروع؟ كيف لا يمضي إلى شوق الربيع ويمتطيه؟ وليس لي وطن لأهجره ولا عمر فأفنيه. يحدق في الفضاء الرحب، يألف وجهه وقضاءه، يغدو وحيدا لا نهائيا بوحدته. يفجر كل ما وقدت يداه، ويرسم بالغمام البحر والأطفال والمطر المحببة وابتسام المرأة الأولى وهسهسة الرياح وغنوة تكسو ملامحه وتفنيه. ولي وطن أكابده ولي عمر أجافيه. شكرا. جميل 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 جدا. يعني في ختام هذه الأمسية يبقى أن أقول بأن نبرة الشاعر لا تخفت أبدا ولا تغيب ذاته، فصدى صوته ينغرس في وجدان القارئ وتتحول الغنائية معه عن مجراها المألوف. أستاذ حميد، أعيد القيادة لك هذه الأمسية، وشكرا لكم، وأعتذر مرة أخرى، وإن شاء الله تكونوا تحملتوني هذه الليلة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة، شكرا على هذه الإدارة الرائعة، شكرا ضيفنا العزيز الدكتور منير فوزي، شكرا للأصدقاء الأعزاء الذين أتعفونا. أنا قبل الختام فقط بس أود أن أشير، مساء الأحد إن شاء الله الساعة 6 بتوقيت باريس بيكون معنا الدكتور محمود خليف الحياني، السرديات والبعد الرابع للمعرفة، رواية تاء الخجل للكاتبة فضيلة الفاروق نموذجا، وبحضور الدكتورة منى برهومي. هذا بيكون الأحد القادم هذا، وبيكون معنا في الرابع من شهر مارس سيكون ضيفنا الدكتور مصطفى الضبع، وبيكون رئيس أو مدير الندوة بيكون الدكتور عاطف الدرابسة، وأعتقد بيكون معنا أيضا ضيف السيد الوكيل. ونرحب بكم طبعا جميعا دكتور أمير، أعتقد نحن نطلع على أيضا إبداع السيد الوكيل مصطفى الضبع، الاثنين فإن شاء الله يكون معنا. بود أيضا أن ألفت انتباهكم أستاذ حميد. أستاذ حميد. نعم أستاذي. الدكتور منير شاعر، بس بدنا إياه مصطفى الضبع قارئ. بيان سيخ، هو أكيد هو هيك. إن شاء الله إن شاء الله. أرسل لك المجموعة أستاذ العزيز إذا لم أكن أرسلتها. لا والنبي أنا زي بعضه، ابعت زي بعض حاط. شكرا الوقت والله جزيلا. الوقت صعب جدا. راح تكونوا تحت إدارة الدكتور عاطف. طب الدكتور عاطف عليهم الرأس. الدكتور عاطف بعد الكلام اللي أنا ما أقدرش أقوله لا. حبيبي. أضاف إلي كثيرا يعني والله. إذا شكرا جزيلا. في النهاية أود أن أقول الذين يرغبون دعم المنتدى ماديا يعني فيتصلوا على الخاص. يعني لأن يعني لما أحب دائما نعمل على العام، وهيك
يعني انزنقنا زي ما يقولوا المصريين في الاشتراك الأخير، ولولا صديق يعني أدى دعما من وهو يعني ليس له يعني فقط يعني دعم، كان أكثر من دعم شخصي، ولكن أنا دائما نحيل الدعم الشخصي إلى المنتدى، لأن هذا المنتدى أيضا يعني يحتاج الكثير من الأشياء، يعني ما بين اشتراك الزوم يعني حوالي $200. فحبا وكرامة لمن يحب أن يدعم، وكذلك يعني دائما في أشياء أخرى، يعني نحاول أن نمزج ما بين الواقع وما بين السردي، وخاصة مع الانفتاح. يعني سيعود صالون باريس، بيكون دائما يستضيف عدد من الأصدقاء، ولأنني أسكن في المدينة فيكون دائما هنالك تكاليف كثيرة. نتمنى أن نستمر معكم، وإن شاء الله مستمرين معكم لقاءنا الأحد القادم، وأيضا لقاءنا إن شاء الله بيكون الجمعة القادمة أعتقد، اللي بعد القادمة اللي بيكون الرابع من، وأي اقتراحات لكم إن شاء الله نحن في تواصل دائم. تحية ومحبة، شكرا لكم جزيلا على هذه الليلة الرائعة، ونعتذر إن احنا دائما لا نستطيع أن نختصر. كل الحب والتقدير، ليلة سعيدة. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، كان معكم من باريس حميد عقبي. ميرسي بوكو، ليلتكم سعيدة، تصبحون على خير. تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.